مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم ومنوريني دايما ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. الاهلي الليله النهارده زي ما احنا متعودين مع حضراتكم كل يوم او في معظم فترات الاسبوع ان احنا بنغطي كل اخبار النادي الاهلي في كل مكان. النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا حضراتكم بتستنوها زي ما احنا بنستناها بالظبط الجمعه ان شاء الله. بكره خلاص الموضوع قرب، عايزين نحتل قمه المجموعه ان شاء الله عشان نوصل لدور الربع النهائي. بإذن الله كل التوفيق لفرقتنا في مباراة هامة جدا مع شبيبة الثورة الجزائري. اتكلمنا امبارح مع حضراتكم في جزء من هذه المواجهة، وإن شاء الله نتكلم بالتفصيل مع زميلي كريم أحمد اللي هيكون معايا بعد قليل، بعد ما أقول لكم النهاردة إن شاء الله هتكون فقراتنا معاكم الدكتور وليد الكاشف نائب رئيس هيئة استاد القاهرة السابق، عشان نتكلم فيه عن تجهيز ملاعب مصر بشكل عام واستاد القاهرة بشكل خاص في استضافة كأس الأمم الأفريقية الهامة جدا لمصر، واتكلمت مع حضراتكم فيها عن أهمية هذه البطولة لمصر عموما مش للرياضة بس. الفقرة الثانية يكون معايا منى طارق لاعبة المنتخب الوطني للكرة النسائية والمحترفة في الدوري التركي، هنتكلم معاها برضو عن دور البنات في الكرة النسائية أو في الكرة عموما وإزاي دخلت في هذه الرياضة الصعبة جدا وكمان تألقت واحترفت بالنسبة للبنات مش بالنسبة طبعا للرجالة. لعيبة الكرة معظمنا زي ما احنا عارفين يعني كرة رجالية وكرة عايزة قتال وجو تاني خالص غير الجو النسائي، لكن منى طارق كسرت حاجات كتير جدا عشان توصل للي هي عايزه إن شاء الله أو اللي هي عايزاه إن شاء الله نلتقي بيها في الفقرة التانية، ويكون حديث شيق بإذن الله. تعالوا بسرعه نطير لكريم احمد في الجزائر عشان يطمنا على بعثه النادي الاهلي، واكيد حضراتكم عايزين تطمنوا. يلا بسرعه نروح لكريم احمد زميل العزيز. كريم اهلا بيك. مساء الخير عليك يا كابتن ميدو، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. كالعاده طبعا تغطيه خاصه على شاشه قناه النادي الاهلي ومتابعتنا لفريق النادي الاهلي شبيبه الثوره الجزائري والنادي الاهلي المصري يوم الجمعه في تمام الساعه 8 بتوقيت الجزائر، التاسعه بتوقيت القاهره. اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، عندنا ظروف صعبه اكيد تعرف يا كابتن ميدو، الاصابات والغيابات وايضا كمان يمكن رحله شاقه وطويله استغرقت عدد ساعات كبير جدا، لكن مجرد وصولنا فندق الاقامه كان في محاضرات وجلسات مع لعيبه النادي الاهلي اللي خلاص بقى بكل التركيز الاهم والكبير في هذه المباراه. لو برجع معاك يا كابتن ميدو، امس كان التدريب الاول لفريق النادي الاهلي في ملعب 20 اغسطس اللي هيستقبل هذه المباراه الهامه والمرتقبه، وتاكيدا طبعا على اللوائح الخاصه بالاتحاد الافريقي، انت عارف بيكون 48 ساعه او اما بيكون النادي الاهلي متواجد في هذه المباراه وبيكون ترتان او نجيل صناعي، اللوائح طبعا بتقول او بتنص ان النادي الاهلي ليه تدريبين على هذا الملعب الرئيسي اللي هيخوض عليه النادي الاهلي هذه المباراه، وتمسك كبير جدا بالكابتن سيد عبد الحفيظ لهذه النقطه بالتحديد. يمكن كان في بعض الامور الخاصه بان يكون تدريب وحيد للنادي الاهلي على ملعب والتدريب اخر الاخير والاساسي على هذا الملعب 20 اغسطس اللي بيسع ل 15000 ل 20000 مشجع هيكونوا متواجدين بشكل كبير جدا، هيكون في مسانده جماهيريه كبيره من محبي وجمهور نادي شبيب الرديه للثوره، واكيد طبعا كنا متواجدين بصحبه رئيس النادي او مالك النادي محمد زراتي كان متواجد امس معانا في التدريب مع المهندس خالد الرندالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا كمان حمليلي مامون رئيس مجلس الاداره. اكيد طبعا الملعب ملعب جيد، يمكن اتكلمت مع كابتن طارق سليمان الكابتن سامي قالوا يمكن النجيل عامه ما بيكون فيه النجيل الصناعي بيبقى قصير بتبقى متعبه بشكل كبير، لكن الملعب جيد. لكن يمكن وليد سليمان هو الحاله الوحيده حابين نتكلم عليها في البدايه طبعا بالنسبه للامور الفنيه الخاصه بهذه المباراه، كان في تفضيل كبير ان وليد سليمان ما يشاركش في تدريب بالامس نظرا لشكوى وليد بشكل مستمر ان في اي ترتان او نجيل صناعي بتاثر عليه بشكل كبير، فكان في تفضيل مهم جدا من طبيب النادي الاهلي والجهاز الفني على ان يشارك وليد سليمان في تدريب اليوم وهو التدريب الاخير والرئيسي ايضا كمان لفريق النادي الاهلي في تمام الساعه 8 وهو توقيت المباراه بتوقيت الجزائر. لكن بيسبق هذا التدريب هو مؤتمر صحفي بحضور مستر مارتن لاسارتي المدير الفني وكابتن شريف اكرامي كابتن فريق النادي الاهلي، في اهتمام كبير من الاعلام الجزائري بهذه المباراه، يكون في اسئله اكيد ستوجه لمستر مارتن وايضا كمان شريف اكرامي على الطقس. طبعا هنا يمكن اتكلمنا عليه اكثر من مره ببروده شديده جدا بالليل، درجه الحراره بتبقى قليله جدا، لكن انت عارف يا كابتن ميدو انت احد نجوم النادي الاهلي في جري كتير في النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله ما بتحسش باي تعب، اكيد اثيوبيا او الجابون او الكاميرون بيبقى
بنرتفع بشكل كبير جدا على سطح الارض فبيبقى في رطوبه، وايضا كمان بيبقى في تنفس بيبقى صعب، لكن ان شاء الله باذن الله الاجواء دي فنيا تساعد النادي الاهلي على هذه المباراه، وباذن الله نعود بثلاث نقاط مهمين جدا بناكد على البدايه باذن الله تكون موفقه. مباراه فيتا كلوب ادينا اداء مميز بحضور الجمهور اللي كان ليه دفعه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، ان شاء الله النهارده ايضا كمان النتيجه الايجابيه مطلوبه، وايضا كمان الحفاظ ان ما يخش فيك ما يخشش فينا اهداف، ده امر مهم جدا بيتكلم عليه بشكل مستمر الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي مع مستر مارتن، لان اكيد انت يخش فيك جون بتبقى الامور اصعب شويه مع فريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه يوم الجمعه باذن الله. كمان الجو العام يكون كويس لفريق النادي الاهلي، هي المباراه بالليل فاكيد هتبقى في بروده زي ما قلنا، لكن ان شاء الله الجو العام باذن الله يكون في مصلحه النادي الاهلي، وباذن الله كابتن ميدو ان شاء الله يكون متابعينا معاكم لحظه بلحظه مع فريقنا فريق النادي الاهلي سواء في التدريبات المؤتمر الصحفي، وايضا كمان امس هيكون يوم شاق وطويل على اللاعبين باذن الله، لان هيبقى في رحله عوده كبيره جدا هنتكلم عليها بعدين. دي كانت الاجواء حتى هذه اللحظه يا كابتن ميدو، كالعاده ان شاء الله نكون مستمرين معاك او مع كابتن اسلام الشاطر من خلال ملعب الاهلي، ومعاك ايضا كمان يا كابتن ميدو من خلال الاهلي الليله. عوده ليك يا كابتن ميدو. شكرا جدا كريم، ودايما متميز في تغطيتك المميزه لكل المباريات الخارجيه للنادي الاهلي وايضا الداخليه كمان. شكرا جدا للزميل العزيز كريم احمد، زي ما قال كريم درجه الحراره منخفضه جدا، بس احنا عندنا كمان يا كريم انت مش عايز اقول لك يعني الناس فين دلوقتي، يعني درجه الحراره عندنا منخفضه جدا، واكيد درجه الحراره المنخفضه حضراتكم عارفين ان هي بتخلي اللعيب يجري اكتر ويطلع مجهود اكتر. العائق اللي هيقابلنا شويه في هذه المباراه، لكن احنا اتعودنا على كمان اللي هي الترتان او النجيل الصناعي، والنادي الاهلي اتعود، لكن كتر التمرين على الترتان طبعا مضر جدا. حضراتكم برضو عارفين الاناكل والركب كل المفاصل عموما في الترتان الاوردي الصلبه بيكون مضر جدا، فالتمرين عليه كتير خلاص، والنادي الاهلي بيتمرن عليه تمرينه واحده فيها بس عشان يعرف الكره بتنط ازاي، الكره سرعتها على الارض ازاي، واكيد لعيبه الاهلي عندهم خبرات باستثناء اللعيبه المنضمين جديد لاول مره يلعبوا افريقيا، لكن اعتقد ان كل لعيبه لعبت افريقيا. وليد سليمان عشان عنده مشاكل في اناكل رجليه تحديدا ففضل الجهاز الفني تدريبه مره واحده بس، وده في الطبيعي كمان للفرقه كويس قوي. يعني في ناس يقول لك اصل احنا هنتمرن على هنلعب على ملعب نجيل صناعي فنتمرن عليه كتير. بصراحه المقوله دي في وجهه نظري انا غلط، غلط جدا كمان، لان انت بتتضر، يعني كل تمرينه بتتضر، هي تمرينه واحده بتعرف الكوره بتنط ازاي، سرعتها ايه، الباصات المفروض تطلع شكلها ازاي، الكورسات بتطلع تحط رجلك من الارض ازاي، مش زي النجيله الطبيعيه بتبقى تحت شويه، لا ده النجيله بتبقى يا دوب يعني تلمس فيها الكوره. فتمرينه واحده كفايه. تعالوا اكلمكم عن الاهلي في هذه المجموعه، الاهلي وسيمبا التنزاني وشيبة الثوره او الثوره الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي. عارفين ان سيمبا التنزاني كسب شيبة الثوره 3-0، والاهلي كسب فيتا كلوب الكونغولي 2-0 هدفيه علي معلول وناصر ماهر. مباراه بكره ان شاء الله مباراه من الاهميه ان تحتل بيها قمه المجموعه. عندك بعد كده سيمبا التنزاني في القاهره، اكيد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تكون مباراه سهله نسبيا على النادي الاهلي ويكسبها يحتل بيها صداره المجموعه اللي هتاهله او هتسهل عليه الماموريه بشكل كبير قوي. افكركم بالقائمه بسرعه تاني، شريف اكرامي، الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، وايمن اشرف، وعلي معلول، وعمرو السليه، حمدي فتحي، وكريم ندفد، ومحمد شريف، واحمد حمودي، وناصر ماهر، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات، وجونيور اجاييه، ميدو جابر، واسلام محارب. دخل القائمه اسماء كبيره جدا واسماء تقيله قوي. حمدي فتحي ان شاء الله كل التوفيق ليه في اول ظهور ليه مع النادي الاهلي، جونيور اجاييه بعد الاصابه كمان ان شاء الله يكون ليه دور في هذه المباراه. الاهلي امام الانديه الجزائريه لعب 19 مباراه، انا بشكر طبعا فريق اعداد على الاحصائيات اللي عاملها لنا دي، 19 مباراه. عدد انتصارات الاهلي في مواجهات الانديه الجزائريه كان 9 مرات، والهزائم 5 مرات كتير برضه، والتعادل 5 مرات. الاهداف للاهلي 22 هدف، والاهداف اللي على النادي الاهلي 16 هدف، والفرق اللي واجهها النادي الاهلي الفرق الجزائريه 5 فرق كانت مولوديه الجزائر وفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمه وشبيبه القبائل، دول الخمس فرق في 19 مواجهه. زي ما قلت لحضراتكم 9 انتصارات وخمس هزائم وخمس تعادلات، 22 هدف للنادي الاهلي و16 هدف في مرمى النادي الاهلي. نسب يعني ان شاء الله بكره ان شاء الله ان شاء الله نكسر هذه النسب. تعالوا كمان اقول لكم المدربين اللي تولوا المسؤوليه الفنيه في دوري ابطال افريقيا بدايه من عام 2000. باتريس كالتيرون اول لقاء مع نادي الاهلي كان في دوري الابطال خارج القاهره مع تاونشيب البتسواني وفاز الاهلي 1-0. مارتن يول اول مباراه خارجيه مع الاهلي في دوري الابطال امام
ريكرياتيفو الأنجولي وانتهت بالتعادل السلبي. ريكرياتيفو الأنجولي حضراتكم طبعا تفتكروا هذه المواجهة. خوان كارلوس جاريدو اللي حقق بطولة الكونفدرالية مؤخرا، كانت أول مباراة له في دوري الأبطال مع النادي الأهلي، كانت أمام كيجالي بطل رواندا وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. مانويل جوزيه الساحر مانويل جوزيه ومعشوق الجماهير الأهلوية كانت في الولاية الأولى أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي وحقق الفوز الأهلي 3-1 موسم 2001. بعد كده في أو مش طبعا مش بالترتيب، هانز ديسك الألماني حقق الفوز في مباراته الأولى الخارجية مع الأهلي على سانت ميشيل من سيشيل في 2000-2001، دي مواجهات المدربين الأجانب في البطولات الأفريقية في المباريات الخارجية أو أول مواجهات ليهم. خلاص اتكلمنا عن الأهلي ومجموعته، ودلوقتي في سيمبا التنزاني في الصدارة بفارق الأهداف، قلت حضرتك أنه كسب 3-0، الأهلي كسب 2-0، الأهداف بتفرق وهتفرق في الترتيب، إن شاء الله يكون لنادي الأهلي الأحقية زي ما هو معودنا في صدارة هذه المجموعة. تعالوا نروح نشوف تقرير عن الأهلي يبحث عن الصدارة، تعالوا نشوف تقرير ونرجع لحضراتكم نستكمل هذه الفقرة مع حضراتكم. يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اختبارا جديدا ببطولة إفريقيا مساء غد عندما يحل ضيفا على فريق شبيبة الثورة الجزائري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا. مباراة الغد تقام في 9 مساء على استاد 20 أغسطس بولاية بشار الجزائرية، هي مباراة تعد الأولى بين الفريقين، لا سيما وأن الفريق الجزائري يشارك لأول مرة في بطولة دوري الأبطال. الأهلي يدخل المباراة رافعا شعار لا بديل عن النقاط 3، وذلك بعد النشوة التي حققها مؤخرا بالفوز الثمين على فيتا كلوب الكونغولي بثنائية نظيفة استهل بها مشوار البحث عن لقب الأميرة السمراء. مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي يعرف جيدا أهمية تلك المباراة، لأنه في حالة الفوز بها يصل الفريق ل6 نقاط ويعتلي صدارة المجموعة من فوزين متتاليين، وبالتالي يعزز فرص الفريق في الوصول إلى الدور الربع النهائي. يسعى المدرب الأوروغواياني لحسم المباراة بشكل سريع وتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات الفريق صاحب الأرض والجمهور وخطف نقاط المباراة. على الجانب الآخر يدخل فريق شبيبة الثورة مباراة الغد بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام فريق سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة. يعلم نبيل نجيز المدير الفني لفريق شبيبة الثورة مدى صعوبة مواجهة بطل إفريقيا، خاصة وأنه خسر من قبل أثناء توليه تدريب فريق نصر حسين داي الجزائري في البطولة العربية موسم 2017، وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 2-1 في ذلك الوقت. زي ما حضراتكم عارفين الأهلي دايما يبحث عن الصدارة. كان معايا امبارح الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الموقر، واتكلمنا عن الأهلي والأهلي دوره كبير جدا في كل مكان، ودايما الأهلي بيبحث عن الصدارة وجماهير الأهلي ما بترضاش أقل من الصدارة. عشان كده كان معايا هذا التقرير، بشكر زملائي في الإعداد على هذه التقارير، عندنا تقارير كتير جدا هنتكلم فيها. عايز اقول لكم خبر بسرعه جدا، لسه برضو زميلي في الاعداد بصحيفه ماركا الاسبانيه، صحيفه كبيره جدا في اسبانيا اكيد حضراتكم تعرفوها، صحيفه ماركا الاسبانيه عملت استفتاء عن اكبر ناديين في كل مكان في كل بلد، يعني في المانيا وفي انجلترا المهم خلينا في مصر. النادي الاهلي كالعاده، النادي الاهلي كالعاده كان واخد نسبه 62% من الاصوات اللي بلغت 78473 صوت، حصل النادي الاهلي على 62% من هذه الاصوات، وعارفين طبعا حضراتكم المركز الثاني حصل عليه النادي الزمالك 38%. نسبة كبيرة جدا حققها النادي الاهلي كالعاده زي ما بقول لكم حتى في الصداره في التصنيفات، وده طبيعي جدا على انجازات النادي الاهلي وتاريخه وبطولاته. اتكلمنا عن مباراة شبيبة الثورة
وأهميتها، وكان معايا كريم أحمد اتكلم كمان عن هذه المباراة وأهميتها، مباراة بنستناها كلنا بكرة إن شاء الله. مارتن لاسارتي عنده من الاختيارات الحمد لله، يعني الحمد لله بدأ اللعيبة ترجع، لعيبة مصابة كتير ولعيبة مهمة برضو اتصابوا وعايزين نرجعهم بسرعة جدا، عشان كده النادي الأهلي زي ما حضراتكم برضو متابعين بيدور على أحدث الأجهزة الاستشفائية والعلاجية اللي طلب بيها لاسارتي، والنادي الأهلي في سبيله تنفيذ هذه الطلبات. عندنا الشناوي وعلي لطفي وشريف إكرامي، مين هيكون لي نصيب في المشاركة بكرة إن شاء الله بنسبة كبيرة؟ احنا بنتوقع محمد الشناوي، لكن تعالوا نشوف طارق سليمان المدير او مدرب حراس المرمى قال ايه في هذا التقرير، ونرجع لحضراتكم على طول. سعدني من ضميري في هذه اللحظات الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي. يا كابتن طارق ان شاء الله تكونوا موفقين في هذه المباراه، انا عارف ان في حاله تركيز كبيره بدايتنا الحمد لله، يمكن حتى هذه اللحظه موفقه من المباراه الاولى، لكن بشكل عام بتشوف الاجواء هنا ازاي في الجزائر، البروده التدريب الاول، يعني حطينا في الاجواء وحط جمهور النادي الاهلي في الاجواء يا كابتن طارق. والله طبعا بقول الحمد لله طبعا على يمكن اول مباراه، الحمد لله ربنا وفقنا وعملنا نتيجه ايجابيه وخدنا 3 بونت، كان نفسنا طبعا الاهداف تزيد، انما في النهايه طبعا كانت بدايه موفقه جدا. يعني احنا خد بالك احنا كان من 2012 ما بداناش البدايه ديت، كان دايما بيبقى في تعثر في اول مباراه او ثاني مباراه كمان، انما الحمد لله على المباراه اللي عدت، مباراه فيتا كلوب، وطبعا انت عارف ان يعني المجموعه دي صعبه، يعني الناس كانت فاكره ان المجموعه سهله او المجموعه، يعني لا بالعكس، فريق سيمبا فرقه كويسه قوي، اتفرجنا عليها مع شبيبه الثوره في المباراه الاولى، كانت المباراه بتاعتنا على طول، فرقه كويسه قوي، حتى الفرقه دي كمان ما تقدرش تحكم عليها حتى في المباراه الاولى، الجو كان هناك حر قوي، احنا عارفين ان الاجواء هناك بتبقى صعبه، الجو حر جدا، في كان ظهر عليهم اللي هم بين ما يبانش ان هي فرقه كويسه، وعلى ملعبها كمان ما بتخسرش خالص، يعني بقى لها فتره كبيره جدا ما بتخسرش على ملعبها، فالمباراه مش هتبقى سهله، المباراه صعبه، الاجواء اللي هنا طبعا انت عارف ان الملعب المدرج قريب قوي من ارض الملعب، فدي طبعا بتعمل برضه الجمهور بيبقى قريب، النجيل الصناعي انت عارف الملعب نجيل صناعي، انما انا شايفه ان هو كان من افضل ملاعب رحناها في افريقيا، رغم ان هو نجيل صناعي، انما النجيله كويسه والنجيله عاليه، وان شاء الله يعني المباراه يعني هيبقى فيها كوره ان شاء الله يعني. فاتمنى ان شاء الله باذن الله بنفس التركيز، احنا جايين مركزين وعايزين ان شاء الله يعني نحسم التاهل من بدري، مش عايزين نبقى نستنى، مش عايزين نستنى، المجموعه صعبه، فانت كل مباراه بتلعبها مهم جدا جدا ان تطلع بنتيجه ايجابيه. انت عندك 3 مباريات على ملعبك، خلصت مباراه، عندك لسه مباراتين على ملعبك، ان شاء الله باذن الله تخلص المباراه اللي جايه ديت مع المباراتين، يعني هتلاقي الدنيا هتبقى اسهل بكتير. فان شاء الله باذن الله كلنا تركيز، جهاز فني مركز جدا جدا، كل جهاز مركز، اللعيبه، كل الناس اللي موجوده، وان شاء الله باذن الله المباراه ايجابيه ونحقق ان شاء الله باذن الله المكسب يعني ان شاء الله. يمكن اكيد بنتكلم معاها فيها مع كابتن طارق وهي جزء حراسه المرمى والتنافس الشريف واللي يمكن في مجهود كبير يا كابتن طارق بنشوفه في التدريبات، انا عارف يمكن في بعض اللي يمكن التركيز بيروح في بعض المواقف، اللعيبه انت على طول يمكن بشكل دائم بتتكلم عن شناوي ومع شريف وعلي لطفي، لكن يمكن شناوي تالق بشكل كبير في المباراه الاخيره مباراه فيتا كلاب، شريف كمان لما بيكون متواجد، يعني الحاله دي كابتن طارق ازاي بتقدر توزن الكفه دي بين الثلاث حراس يا كابتن طارق؟ هو في الشك طبعا ان انت بيبقى عندك الثلاثه، والثلاثه قريبين جدا في المستوى، الثلاثه بيلعبوا، شريف اكرامي، انا يعني احنا لما جينا بدانا كان شريف اكرامي يمكن هو كان له الحظ الاكبر في عدد الماتشات اللي لعبها، لعب تقريبا لعب 7 مباريات، وعلي لطفي لعب مباراه واحده، مباراه النجوم، وشناوي طبعا بعد ما رجع من الاصابه دخل في 3 مباريات، كان موجود في السكور، مباراه النجوم كان موجود مع علي لطفي احتياطي، مباراه حتى اللي هي كانت في اثيوبيا، مباراه جيما الاثيوبي كان موجود برضه في السكور، بعد ما جينا على طول مباراه الداخليه كان شناوي برضه موجود، وممكن هو شارك في اخر 3 مباريات برضه بعد ما رجع اكتر من 3 اسابيع بيتمرن بشكل كويس ودخل فورمه في خلال طبعا التدريبات، وارد ان يبقى في بعض الاخطاء اللي موجوده، مش عايزين يبقى يعني نحمل طبعا، ان وارد ان يبقى في خطا، ما بنقولش ان احنا عايزين نمنع الاخطاء، اتمنى ان ما يبقاش في اخطاء خالص في اي مباراه بالنسبه لحراس المرمى، انها بتحاول ان انت حتى لو بيبقى في خطا يبقى الخطا متباعد، ما يبقاش خطا قريب، يعني انت عارف ان احنا دايما يعني مباراتنا مهمه جدا، بنلعب على بطولات على طول، فيبقى البونت بالنسبه لنا مهم، المباراه بالنسبه لنا مهمه، فاحنا بنشتغل على طول، يعني حتى لو يعني مثلا المباراه الاخيره شناوي ادى فيها بشكل كويس، مش معنى ان شناوي في كل مباراه، لا كان في برضه حاجات اتكلمنا فيها بعد المباراه وقلنا له كان في ممكن كان في يعني فيه في تحرك، في قرار بيتاخر شويه، قرار بدري شويه، رغم ان هو طبعا يعني في كوره في المباراه دي انت فاكرها طبعا، الانفراد كانت النتيجه 1-0، لو الكوره دي دخلت كانت ممكن تقلب المباراه يعني،
انما برضو لسه احنا عندنا اكتر بكتير من الـ يعني سواء للحراس الثلاثه يعني لشريف او علي او شناوي منتظرين منهم الكتير، وان شاء الله ده هيحصل يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كبيره جدا في الشناوي وفي شريف وفي علي ان هم عندهم مستوى اكتر من كده بكتير، وهيتقدم ان شاء الله من الفتره اللي جايه مع التدريب ومع الشغل ومع ان احنا دايما يعني دايما في كل بعد كل مباراه في كل تمرين بنحاول ناكد وبنحاول نشتغل ونحاول نعالج الاخطاء. الاخطاء مش هنمنعها بشكل طبعا دي جانب مهم جدا زي ما انت بتقول يا كريم، الجانب النفسي ده بالنسبه للحراس الثلاثه مهم جدا، ازاي انت بتتعامل معاهم وازاي تبقى في صدق بينك وبينهم وفي ثقه بينك وبينهم، وهم كمان من خلال طبعا الجهاز الفني اللي موجود ومن خلال طبعا المستر لاسيرتي. مهم قوي كمان ان هم بيبقى انا شايف العلاقه ما شاء الله يعني الحمد لله العلاقه متميزه جدا بين شريف والشنا وعلي مع مستر مارتن لاسيرتي ومعنا كلنا كجهاز يعني. فخد بالك دي الثقه اللي انت بتتكلم فيها ديت، وان الولد يبقى مستريح نفسيا ويتعامل نفسيا بشكل كويس ده بيظهر من خلال طبعا الاداء في المباريات. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان الثلاثه ان شاء الله يبقى منافسه شريفه بينهم، وفي النهايه طبعا لما يبقى في منافسه شريفه ويبقى في طبعا كل واحد بياخد حقه ومحدش بيبقاش فيه، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يبقى في عدل بين الثلاثه، واللي بيلعب طبعا بيبقى كلنا في ظهره بقى سواء انا كمدرب الراس او حتى الشريف او علي لما بيبقى الشناوي بيلعب، حتى لما كان شريف بيلعب الفتره الاخيره كان يبقى دايما الشناوي وكان دايما علي لطفي في ظهره. المباراه حتى اللعبة علي شريف ما كانش موجود معانا في المعسكر، يمكن انا بقول مثلا اول مره بقول الكلام ده ان شريف ما كانش معانا في المعسكر، موجود الشناوي كان موجود علي وشريف كلم علي يمكن مره بالليل قبل ما ينام وكلمه مره الصبح تاني وهو في البيت، وانا كمان هو يعني انا كلمت كان شريف كلمني قلت له كلم علي وعلي انت عارف يعني دايما شريف قريب. شريف طبعا انت عارف انه يعني اكبر سنا واكبر خبره وكابتن فريق ولعب كتير في النادي وجاب بطولات، فدوره بيبقى مهم قوي يعني دايما ممكن انا كان بيكلمني بالليل فقلت له انا عايزك تقفل معاه وتكلم علي، وفعلا كلم علي. المباراه اللي كان لعبها اللي هي مباراه النجوم تعرف علي كان برضه الفتره الاخيره كان في ضغوط شويه على علي، فمباراه النجوم ديت لعبها بشكل كويس وقدها وكسبنا المباراه دي 2-0. فعايز اقول لك ان الروح ديت صدقني ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في بطولات للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا يا كابتن. شكرا يا كريم. شكرا. اهلا بحضراتكم من جديد، بشكر كريم احمد ونجم طارق سليمان. طارق سليمان ملخص كلامه ان كلهم حاجه واحده، كل واحد ليه دور، شريف اكرامي بقوته وخبراته زي ما حضراتكم سامعين ان هو بيكلم علي لطفي او طارق سليمان بيطلب منه ان هو يكلم علي لطفي عشان يطمنه عشان ينزل عنده ثقه كبيره في نفسه ما يلتفتش لاي انتقادات. الشناوي ايضا دوره موجود، شريف اكرامي خد مباريات، الشناوي بياخد مباريات، علي لطفي خد مباريات، ان شاء الله يكون الاصلح هو اللي يقف بكره باذن الله. احنا كجمهور النادي الاهلي بيهمنا الجاهز فنيا وبدنيا ان شاء الله يكون ايا كان بقى شريف اكرامي احمد الشناوي ولا علي لطفي ان شاء الله يكونوا كلهم جاهزين ان هم يحرسوا عرين النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي على مدار العصور بيثبت كل يوم ان هو فعلا حامي هذا النادي وهو ليه دور كبير جدا في رفعه هذا النادي في كل المجالات بصراحه. جمهور النادي الاهلي عمرنا ما بنغفل في اي برنامج الاهلي الليله او ملعب الاهلي ايا كان البرنامج اللي يكون ليه دور في تقارير البرنامج عن اي مباراه او اي مناسبه لنادي الاهلي عموما. تعالوا نشوف جمهور نادي الاهلي وتوقعاته عن مباراه الغد ونرجع لحضراتكم على طول. طبعا كل التمنيات الطيبه للنادي الاهلي ان شاء الله انه يستكمل المسيره بانه يفوز على فريق الثوره الجزائري، وده مش غريب على الاهلي رغم ان الاهلي حاليا بيمر بظروف غير طبيعيه وما بتحصلش كتير كثره الاصابات اللي موجوده في الفريق. هيفرق مع الاهلي جدا ان احنا يبقى واخدين 6 بونت ودي بدايتنا واحنا عايزين نحقق البطوله السنه دي، فلما يبقى كده 6 بونت يعني برده هتبقى فارق معانا الماتش اللي بعديها برده نكسب 9 بونت ويعتبر صعدنا، ونجرب بقيه الفرق. احنا هيبقى عندنا لعيبه كتيره قوي واحنا ناقصنا حوالي 7 أماكن أو 8 أماكن في القايمه حاجه كده، نعمل نجرب يعني، وكميه الاصابات اللي عندنا في النادي هتفرق كتير. ان شاء الله المباراه تبقى سهله على النادي الاهلي خصوصا شباب الثوره خسران من الفريق المنافس 3-0 الماتش اللي فات، وان شاء الله فريق يعني سهل يعني والاهلي يكسبه وسكور ان شاء الله يعني. بالنسبه للنادي الاهلي الفتره ديت بقى في استقرار عن الاول، منظر الفريق بقى شكله والصفقات الجديده اللي اتعملت بقى ليه منظر في الملعب، وان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه. كنا شايف ان الفريق من ماتش لماتش
بنعلى ما بنقلش، وان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى منظرنا احسن من كده ان شاء الله. باذن الله الماتش هيبقى كويس، والاهلي ان شاء الله هيكسب ان شاء الله ويتاهل اول المجموعه باذن الله. ان شاء الله اتوقع فوز النادي الاهلي بغض النظر عن طريقه لعب شمال افريقيا، انها بتموت اللعب في اول الماتش وبعد كده بتبدا تحرز اهدافها في اخر الماتش. ان شاء الله انا عارف يعني هننزل لكم الشارع باذن الله، نعمل معاكم تقرير جوه الشارع نفسه، جوه الشارع الاهلاوي نفسه باذن الله قريب جدا في البرامج اللي جايه ان شاء الله. لكن تعالوا نرجع تاني لفريق الثوره الجزائري، اول مره يدخل فيها افريقيا، استعداداته شكلها تكون في مباراه الاهلي. الاهلي لما بيدخل مباراه استعدادات الفريق اللي بيلعبوا الاهلي غير اي فريق تاني خالص، تحس ان هم يعني خلاص خدوا كل القوى اللي في الدنيا وكل الفنيات، تحس ان اللعيبه ده الماتش الاول والاخير، وده فعلا حقيقه. لما بيلعب فريق كبير بحجم النادي الاهلي كل لعيب بيفضل يستنى هذه المباراه، حتى في الدوري في افريقيا في اي مكان. زي ما اقول لحضراتكم صحيفه ماركا عملت استفتاء، النادي الاهلي طلع فيه بنسبه كبيره جدا عن المركز الثاني اللي هو نادي الزمالك، اعتقد الضعف او اكتر كمان. لكن رئيس نادي شبيبه الثوره الجزائري قال ايه، وقال ان فرقته مستعده ازاي. تعالوا نشوف حمليلي مأمون رئيس هذا النادي قال ايه عن استعدادات هذا الفريق لمواجهه النادي الاهلي الكبيره جدا بكره ان شاء الله. متواجدين في هذه اللحظات طبعا لتغطيتنا الخاصه على شاشه قناه النادي الاهلي لمباراه الشبيبه الرياضيه للثوره والنادي الاهلي المصري، وهي ثاني مباراه النادي الاهلي في دور المجموعات. بينضم لي كمان يمكن لقاء مهم جدا، وهو رئيس مجلس اداره نادي شبيبه الثوره الكابتن حمليلي مأمون. برحب بيك طبعا في البدايه، وبنشكركم طبعا كالعاده على الاستقبال وعلى الامور كلها طبعا اللي بتخص للنادي الاهلي، مش غريبه على نادي شبيبه الثوره، مش غريبه على الشعب الجزائري عامه. والله بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في بلدكم الثاني الجزائر. لو بتكلم على المباراه والترتيبات لهذه المباراه، احنا متواجدين طبعا على الملعب الرئيسي، حطنا في الاجواء ومدى استعداد نادي شبيبه الثوره الجزائري لهذه المباراه. والله باش نقول لك، احنا رانا غادي نلعبوا كونتر فريق اللي هو معروف على الساحه الدوليه، وحنا رانا بصدد نكتبوا التاريخ نتاعنا. ان شاء الله نكونوا ند الفريق الاهلي اللي هو فريق عريق. الجمهور كمان عليه عامل كبير بالنسبه لكم، حضور الجمهور والمسانده الخاصه لنادي شبيبه الثوره. يعني لو بتكلم على الجمهور ممكن يكون متواجد قد ايه في المدرجات؟ هل هتكتمل المدرجات بالنسبه للمباراه ولا لا؟ بالنسبه للجمهور، جمهور الثوره معروف بشغفه للفريق ومسانده الفريق طيله اطوال المباراه. مع المجيء تاع الاهلي ان شاء الله الجمهور يكون في الموعد ان شاء الله. انا كنت شايف حضرتك كنت قاعد مع الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس الاداره وامين الصندوق، علاقه طيبه جدا ومنتظرينكم كمان ان شاء الله في مصر. يعني لو بننقل العلاقه الطيبه دي من الشعب الجزائري وشبيبه الثوره والنادي الاهلي بنقول ايه؟ مش هي في مجال كره القدم كاين نديه، بصح بين الشعبين كاين عامل مشترك وهي الديانه اللي ما ينجم ينكرها ولا احد. الحمد لله العلاقات مع الاخوه المصريين راهي في المستوى، وان شاء الله تدوم كما هكا ان شاء الله. عندكم غيابات، عندكم اصابات في فريق نادي الشبيبه، المباراه الاخيره ليها تاثير عليكم الهزيمه 3-0 في اولى المباريات، ولا مستعدين لهذه المباراه ازاي؟ والله انا كنت تكلمت معك في البدايه وقلت لك رانا نصنعوا في التاريخ تاعنا. التاريخ باش تصنعه الى اختفش ستيب باي ستيب، تخسر تعاود تدير ماتش نيل تعاود تربح باش تكتب تاريخ يليق دي ساكريفيس، ويليق الناس تقبل الهزيمه كما تقبل الفوز بصدر رحب. المجموعه يمكن صعبه، النادي الاهلي والشبيبه وفيتا كلب وسيمبا التنزاني، مجموعه صعبه طبعا، يمكن الناس بتستهين بهذه المجموعه لكن مجموعه صعبه. بتشوف المجموعه دي ازاي كمان؟ هذه مجموعه الموت، باسكو فيها فريقين، زوج فرق اللي نشطوا النهائيات نتاع الكونفدراليه ونتاع الشامبيونز ليغ، اللي هو نادي الاهلي ونادي فيتا كلوب. سيمبا اللي هو معروف على الساحه الافريقيه اللي متعود على المنافسه هذه، معاهم وافد جديد اللي المره الثانيه هو يشارك في المنافسه. ان شاء الله انا قلت لك ستيب باي ستيب ونكريو تاريخ نتاع ان شاء الله. شكرا جزيلا. العفو. ده كان لقاء حمليلي مأمون رئيس نادي شبيبة الثورة الجزائري، بيتكلم عن هو هيسطر التاريخ لهذا النادي، وبيتكلم عن المجموعة بالنسبة له طبعا، مجموعة الموت لما يكون فيها النادي الأهلي العريق، وبيتكلم عن سيمبا التنزاني فرق كبيرة جدا، وأيضا كمان فيتا كلوب الكونغولي، أكيد مجموعة موت بالنسبة له. إن شاء الله
تكون او سطروا التاريخ بعيد عن مباراه بكره باذن الله. الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي وعضو مجلس الاداره ورئيس بعثه النادي الاهلي في الجزائر كان اتكلم امبارح واثنى على دور الاستاذ علاء الزغبي المدير المالي لشركه المقاولون العرب وازاي ذللوا كل العقبات. تعالوا نرحب بالاستاذ علاء الزغبي على الهاتف من الجزائر. استاذ علاء اهلا بيك. الو صوتك. الو اهلا بيك يا استاذ علاء. ازيك يا كابتن الحميد؟ منور الدنيا وعارفين حضرتك اهلاوي من العار الثقيل في الاول يعني. ربنا يخليك. النادي الاهلي هو اللي منور البدايه ومشرفنا دايما على طول باذن الله، لان انت عارف حضرتك احنا بنتعامل مع النادي الاهلي على انه هو ممثل لمصر، وان شاء الله باذن الله يكون في توفيق بكره والمباراه تخرج ما بين اشقاء بين بلدين شقيقين، وان شاء الله يكون في توفيق للنادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله. الاستاذ خالد درندلي امين الصندوق ورئيس البعثه كان اثنى على حضرتك امبارح كتير جدا وقد ايه اتكلم عن دور الاستاذ علاء الزغبي المدير المالي لشركه المقاولون العرب بالجزائر في تذليل كل العقبات اللي قابلت النادي الاهلي، وده مش غريب بصراحه على رجالتنا ورجاله نادي المقاولين في اي مكان. والله يا فندم هو من اول ما القرعه اتعملت واحنا مستعدين، وكانت تعليمات المهندس محمود صلاح رئيس نادي المقاولين العرب وجميع اعضاء مجلس اداره النادي ان تسخر كل امكانيات المقاولين العرب للنادي الاهلي باعتباره اولا ممثل لمصر بصفه اساسيه يعني، ثانيا بصفه ان انا من عشاق النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت، وانتمائي للنادي الاهلي يعني من صغري. الاهلي ده بالنسبه لي الصرخ الكبير اللي بننتمي ليه، يعني اي خدمات تقدم النادي الاهلي دي حاجه بسيطه جدا جدا من حب النادي جوانا. فكان في تواصل مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، والحمد لله كان في توفيق في تذليل كل العقبات، وان شاء الله باذن الله ربنا يكمل المجهود بكره بنتيجه مرضيه باذن الله. وزي ما قلت لحضرتك اهم شيء ان المباراه تخرج في جو رياضي وجو اخوي ما بين بلدين شقيقين ليهم تاريخ كبير وليهم علاقات مميزه بشكل غير طبيعي في السابق، ويمكن في الوقت الحالي العلاقات واخده تميز غير طبيعي على كافه المستويات. كان برضه تعليمات سعاده السفير ايمن مشرفه ان جميع افراد الجاليه بالتعاون مع افراد البعثه الدبلوماسيه ان يبقى في تنسيق على اعلى مستوى، ان احنا ان شاء الله نقدر نوفر للنادي الاهلي كل طلباته بحيث يكون في تركيز تام من اللاعبين في اداء مباراه تليق باسم مصر وتليق بالنادي الاهلي. اكيد يا استاذ علاء ده اللي احنا بنتوقعه من حضرتك طبعا وشركه كبيره جدا بحجم المقاولين العرب، لكن كلمني حضرتك بقى في الاجواء نفسها، كلمني عن الاجواء الجزائريه في استقبال هذه المباراه الكبيره جدا بين شبيبه الثوره الجزائري والنادي الاهلي العريق، وكلمنا عن حضور الجماهير التواجد الجماهيري بالنسبه للطرفين الاهلي وشباب الثوره. والله انا اقول لحضرتك قصه طريفه تبين مكانه النادي الاهلي في البلاد العربيه كلها، ان انت عارف حضرتك في شبيبه الثوره ده نادي صاعد، يمكن عمر النادي ما يتجاوزش العشر سنوات، فكان رئيس النادي هو شخصيه محترمه جدا ومتعاون معانا تعاون غير طبيعي، من ضمن الدعاية بتاعته والوعود بتاعته لجماهير النادي ان هو بيوعدهم ان هيجيب النادي الاهلي يلعب في محافظه بشار، والكلام ده قاله سنه 2008.
تمام. فبعد 10 سنوات الناس كلها بتشكر رئيس النادي ان هو حقق لهم الحلم الثنائيه الكبيره ان النادي الاهلي يجي الجزائر ويروح محافظه بشار اللي هي بتبعد حوالي 1000 كيلو عن العاصمه. فاجواء فيها ترحاب فيها تقدير للنادي الاهلي وفي نفس الوقت فيها حماس لفرقتهم. انت عارف حضرتك لما بتكون فريق صغير او فريق صاعد بيلعب قدام الاهلي بيبقى طبعا ده حلم كبير اتحقق ليهم. وهو فريق متحمس، فريق عنده انتماء، فريق عنده روح عاليه جدا على فكره. يعني الماتش بكره مش بالسهوله، لا انت عارف حضرتك كره القدم دلوقتي ما بتعتمدش على التاريخ قد ما بتعتمد على الاداء في الملعب. فاجواء حماسيه انما مصدرها حب وتقدير للنادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا زعلاء، ودايما كده رجالتنا بيشرفونا في اي مكان وبنفخر بحضرتك وبنفخر طبعا بفريق او كمان شركه المقاولين العرب عموما. شكرا جدا استاذ علاء الزغبي المدير المالي لشركه المقاولون العرب اللي عمل كل ما في وسعه لخدمه النادي الاهلي في الجزائر. اتكلم عن المباراه واهميتها، اتكلم كمان عن رئيس النادي في بدايه رحله هذا الفريق في الصعود لادوار او لدوري الاضواء والشهره في الجزائر، واتكلم ان هو كان وعدهم ان هو يجيب النادي الاهلي كحاجه كبيره جدا يعني في الجزائر، لكن راح النادي الاهلي وراح بصفه رسميه كمان عشان يبقى في مباراه زي ما قال الاستاذ علاء، مباراه يكون فيها حماسه كبيره جدا من فريق شبيبه الثوره الجزائري. عشان ما نتاخرش على ضيوفنا، التشكيله المتوقعه بكره للنادي الاهلي تعالوا نتعرف عليها من خلال توقعات جمهورنا الكبير ونرجع لحضراتكم على طول. اتوقع يعني ان يبقى محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، والاثنين الديفندر هيبقى عمرو السوليه وكريم نيدفيد، والثلاثه اللي هم تحت راس الحربه هيبقى ناصر ماهر وحسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور اجاي هيبقى راس حربه. وهيبقى معانا بقى على الخط في موجود حمدي فتحي الوافد الجديد عشان للديفندر، وهيبقى موجود معانا وليد سليمان لان وليد سليمان برضو الترتان ده ممكن ياثر على ركبته فممكن يبقى ما يحتفظ بيه في على الدكه شويه. وهيبقى معانا اسلام محارب وميدو جابر واحمد حمود، هيبقوا الباقي بقى كله هيبقى في الاحتياطي. يعني انا شايف انه محمد الشناوي هو اللي جاهز الايام دي لحراسه المرمى، وخط الدفاع ما فيش فيه تغيير، يمكن كوليبالي ده هو اللي مشي ينزل مكانه اي حد، محمد نجيب او ياسر. وبعدين في اضافه بالنسبه لحسين الشحات، طبعا دي اضافه كبيره للنادي. انا افضل التشكيل بتاعه هو يعني يكون الشناوي باك يمين، محمد هاني خط الاثنين مساكين، واحد مساك هيكون مين يعني هيكون هو نفس ايمن اشرف وياسر ابراهيم، باك شمال علي معلول، خط الوسط عندك السوليه والمازن حمدي فتحي خط الهجوم عندنا طبعا رمضان صبحي، عندنا اجاي رجع تاني وناصر ماهر ده برضو وحسين الشحات، جوني الشناوي وايمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمد هاني وعلي معلول عمرو السوليه ومحمد هاني لا هشام محمد وناصر ماهر ورمضان صبحي وحسين الشحات وراس حربه عجي.
اهلا بحضراتكم من جديد. يعني حتى البنات الصغيره كمان بتوقعوا تشكيله. قالت محمد هاني مرتين بس مش مشكله، احنا راضيين يا ستي. تعالوا اقول لكم التشكيل متوقع بكره ممكن يبقى شكله ايه لو قلنا الشناوي في حراس المرمى، محمد هاني مع ياسر ابراهيم مع ايمن اشرف، ياسر ابراهيم الوافد الجديد مع علي معلول، حمدي فتحي ممكن مع عمرو السوليه وحسين الشحات، رمضان صبحي وناصر ماهر وجونيور اجي. ممكن تشكيل يبقى كده او بنسبه كبيره يكون كده، مع ممكن وليد سليمان يدخل مكان حسين او حسين يبقى ستاندنج. يعني هنشوف بكره ان شاء الله لاسارتا يعمل ايه في اولى مواجهاته الافريقيه خارج الديار. تعالوا بسرعه برضو نروح نشوف تقرير عن مواجهات النادي الاهلي في المواجهات الجزائريه، وبعد هذا التقرير هناخد. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ونورني وشرفني الدكتور وليد الكاشف مدير امن استاد القاهره السابق وعضو لجنه الامن والسلامه 2006 في افريقيا وكاس العالم الشباب 2009. منور الدنيا دكتور. ربنا يخليك، واهلا وسهلا بحضرتك وبالقناه نادي القرن النادي الاهلي وطاقم العمل المحترمين. اهلا بيك، اهلا بيك، تشرفنا وتنورنا. في البدايه بس انا عاوز اقول بس مبروك لكادر من كوادر النادي الاهلي الكابتن محمد فضل، ان هو شرف يعني ليه وللنادي الاهلي ولينا ان هو يكون مدير تنفيذي لامم افريقيا 2019 ان شاء الله. اكيد محمد فضل واعد وان شاء الله يكون وجهه مشرفه زي ما هو وجهه مشرفه على طول. بالفعل. تعالى في البدايه اسالك سؤال على طول كده، ندخل على طول. جاهز. استضافتنا لكاس الامم الافريقيه في وقت قليل قوي، هل احنا جاهزين فعليا كاستادات؟ والله احنا عندنا خبرات كبيره في هذا، احنا عندنا طبعا البنيه التحتيه موجوده من 2006 و2009، ولكن في بعض الاشتراطات اللي زادت وفي بعض يعني الامكانيات اللي كانت موجوده فمفروض انها تتجدد. زي لو بدينا مثلا من اول البوابات بره خالص، دلوقتي بقى لازم احنا كلنا فاكرين ان البوابات اللي بتفتح لجوه، لا البوابات لازم تفتح لبره. يعني من اول البوابات بره بتاعه الاستاد لازم المفصلات بتاعتها تفتح لجوه. الفرق عشان الساده مش طبعا الفرق اللي احنا طبيعي احنا بنحافظ على امان الجماهير أكيد. لما يكون في اي طوارئ اللي هي امرجنسي في اي حدث جوه الاستاد غير طبيعي الجماهير تطلع لبره. تمام. فلازم البوابات تطلع تفتح لبره. تمام. انما بعض الاستادات طبعا مش منوطه بالبطولات السابقه، دلوقتي هتكون منوطه، لازم المفصلات تتغير وتبقى البوابات تفتح لجوه. او اسف تفتح لبره. لبره ليه؟ لبره وانت جوه، وانت جوه تفتح لبره. ماشي. يعني الجماهير طالعه لازم يبقى البوابات تفتح لبره عشان لا قدر الله في حاجه، لا قدر الله، ودي قالب به امن وسلامه يعني. ولو دخلنا جوه هنلاقي فيه لازم البوابات الالكترونيه، البوابات الالكترونيه مفروض على حسب الاشتراطات الفيفا ان يكون في 9 ثواني العلامه المائيه بتاعت التيكت حطها ودخل. لازم سهوله ويسر، هو رايح يستمتع. الجمهور رايح يستمتع، مش رايح عشان نحط له عراقيل. بنخش جوه واحنا داخلين التيكت بيبقى ليه لون. اللون ده فيه خطوط في الارض موجوده لحد المدرج اللي فيه التيكت بتاعه. في بدايه المدرج فوق سواء السلم يمين او شمال بيبقى فيه الارقام من رقم كذا لرقم كذا، يبقى هو عارف رايح فين. يعني بمنظم او غير منظم، مجرد ان هو التيكت معاه فيه كل العلامات او فيه كل الاتجاهات بالارقام عارف رايح فين. حضرتك بتقول عشان بس الساده المشاهدين يشاركهم في الحوار، حضرتك بتقول دي اشتراطات هتتعمل ولا ده نفسك في بعض الاستادات موجوده فيها وبعض الاستادات طبعا لازم، والاستادات الموجوده فيها لازم هتتاكد. يعني مثلا في الكراسي لازم تكون منمره. يعني في استادات ايه اللي موجود فيها البوابات اللي بتفتح؟ طبعا هو البوابات الالكترونيه موجوده في الاستادات اللي كانت موجوده في 2006 و2009 عشان كان لازم. دلوقتي احنا زود عليهم، انا شايف ان في استاد الماكس، استاد اسكندريه، استاد السويس. الحاجات دي ما كانتش موجوده في 2006 و2009، دلوقتي هتبقى موجوده. استاد برج العرب ودفاع جوي اشك ان ممكن يتلعب عليه مباريات عشان خاطر هو اللي عرفناه ان الافتتاح والختام هيكون في استاد القاهره، واحنا الجماهير او يعني المفروض يكون الاشتراطات بتاعه الاستادات لازم ما تكونش اقل من 15000 متفرج. الاستادات انا لو بصينا برج العرب هنلاقيه حاجه و80 82، هنبص الدفاع الجوي حاجه و70، فدي اعداد طبعا لما يتعمل فيها مجموعه خلاف مجموعه اللي فيها مصر فطبعا مش هيتملي الاستاد. فعشان كده بصوا بقى للكليه الحربيه، بصوا للسلام، بصوا للاستادات ساعتها قليله عشان خاطر يبان جماهير فيها كبان. جماهير عشان ما ينفعش ان انا اعمل استاد فيه 82، اي عدد هتحطه 20 10 15 هتبقى الاستاد فاضي. خلاف ما يكون استاد زي السلام فيه 25000 لما يتملي فيه 15 ولا 20 هيبانوا. ما نفكرش يا دكتور ليه ان احنا نفكر في الاستادات السهل الوصول ليها كجماهير؟
يعني ممكن استاد الساعه الجماهيريه بتاعته كبيره جدا لكن سهل ان اوصل له، فالناس هتروح تتفرج. في استاد الساعه الجماهيريه قليله لكن الناس ممكن يبقى بعيد قوي عن الناس. والله دلوقتي بقاش فيه مع وسائل النقل والمواصلات الموجوده في ربوع مصر والاعداد السكانيه طبعا يعني تخطت كل الاستادات وتراحت لها استاد بيكون في الصحراء. استاد القاهره كان في الصحراء زمان، يعني كان مدينه نصر اخر مدينه نصر، دلوقتي بقى سنتر وغيره وغيره. برج العرب بقى دلوقتي حواليه فنادق وبقى حواليه عماير يعني، وقدامه الناحيه الثانيه شاليهات او قرى سياحيه، فخلاص بقاش في حاجه بعيده عن في وسائل الانتقال دلوقتي بالنسبه للاستادات. الاهلي زمالك ماتشات طبعا اللي هي جماهيريه ومنتخب مصر يعني مصر يعني انما الاستادات اللي هيتلعب عليها طبعا احنا عندنا ست مجاميع في الكلام ان مجموعتين في القاهره. طبعا الاستاد طرف، الكليه الحربيه بيقولوا الطرف الثاني طبعا عشان مش موجود فيها مصر، واسكندريه برضو بيبعدوا برج العرب عشان خاطر الاعداد. فدي حاجه طبعا ايه دي يعني اللجنه المنظمه واضح او يعني بدايه اعمال اللجنه المنظمه بداوا يفكروا في الشكل العام بتاع البطوله. الكليه الحربيه واستاد القاهره في اماكن بقت حيويه قوي في البلد، هل بالفعل الدخول الجماهيري والكلام ده كله هيبقى عائق ان احنا نعوق المواصلات العامه او السير العام، ولا الموضوع هيبقى شايفه ازاي برضه؟ والله بالنسبه لايام او الوقت اللي بيبقى فيه الماتشات اللي بتلعب فيها منتخب مصر طبعا، اي ماتش تاني مش هيبقى فيه كميه الجماهير اللي هتخش ما يكون فيه منتخب مصر ساعتها. المحاور بس الاربع محاور بيكونوا حوالين الاستاد بيكونوا مغلقين الا للجماهير بس. وبرضه في نقطه مهمه جدا يعني نتمنى انها ما تخفلش على اللجنه المنظمه، ما فيش بيع تذاكر يوم المباراه. يعني لازم. ده في جميع انحاء العالم يعني لازم. دلوقتي البيع على الانترنت وقبل المباراه ما فيش حاجه اسمها بيع يعني حاجه مفتوحه كشك او منفذ بيع يوم المباراه، الحاجات دي انتهت من زمان في جميع انحاء العالم. احنا كمان لازم ننهيها. اتفق معاك تماما، يعني دي لازم يعني اتمنى اللجنه المنظمه ياخدوا بالهم من هذا الموضوع. شايف استاد القاهره ايه دلوقتي، واستاد القاهره كان فين الفتره اللي فاتت دي؟ هل اعمال الصيانه والكلام ده كله كان فعلا مبرر ان هو يتقفل استاد القاهره، ولا كان في اسباب اخرى والاسباب دي راحت؟ لا، استاد القاهره لازم يكون ابهى استاد، يعني استاد العاصمه لازم يكون ابهى استاد على مستوى الوطن والدول العربيه والافريقيه، هو استاد الرعب. فطبيعي لازم يكون على ابهى صور، ده شكل الدوله او شكل البلد. فلازم يكون على ابهى صوره، واعتقد دلوقتي القائمين على الاستاد دلوقتي قايمين بمجهود خارق عشان يوصلوا ان شاء الله لافتتاح كاس الامم، يكون الاستاد عروس الاستادات ان شاء الله سواء في افريقيا او في اي مباراه تلعب فيها منتخب مصر ان شاء الله. يعني حضرتك بتفضل ان استاد القاهره يفضل في ابهى صوره لاستقبال مباريات مصر، ولا يرجع تاني اهلي وزمالك والحاجات اللي كانت قبل كده ملعب الاهلي وملعب الزمالك ممكن فرقه تانية تاخده؟ والله حضرتك في جميع انحاء العالم مفيش حاجه اسمها استاد لنادي، في كل نادي ليه الاستاد بتاعه. والاهلي انا في طريقه ان شاء الله ان هو يعمل استاد ان شاء الله، والزمالك شرحه يعني استاد القاهره للمنتخبات. المفروض في كل انحاء العالم الاستادات ما بتلعبش عليها الا ماتش كل اسبوعين. حتى التدريبات ممنوع عليها في ملاعب للتدريب، انما الاستاد عشان يبقى ابهى صوره هو ماتش كل اسبوعين. انما الاستاد العاصمه، استاد العاصمه طبعا ده الاستاد الرئيسي، فلازم يكون بابهى صوره، ما ينفعش انه يكون عليه كميه المباريات. الاهلي دايما متعطش ان هو يلعب في استاد القاهره، الزمالك وفعلا استاد القاهره يعني على الميراث استاد الرعب يعني استاد الرعب لافريقيا، وليه يعني احنا برضو شعب عاطفي دايما بيدور على اللي يسعده، وهو دخوله الاستاد القاهره بيسعده. اكيد اكيد بيسعد كل المصريين بصراحه. طبعا يعني بنفتكر ايام بطولات كتير، بنفتكر مباريات كتير سواء للاهلي للزمالك فرحتنا كلها في استاد القاهره. طبعا فرحتنا كلها وبعدين الفرحه هناك واعلام منتخب مصر او اعلام مصر بتكون خفاقه في الاستاد. والاستاد برضه فيه ميزه ان هو الاربع محاور الرئيسيه بتوعه سهل التحرك ليهم من جميع انحاء العاصمه يعني. بالظبط بالظبط، انا اكد كلام حضرتك، هو فعلا كان مصدر سعاده لكل المصريين مصر 2006، ويعني مش عايز اعدد بطولات لان انا ممكن انسى بطولات، لكن كان فعلا مناره للسعاده. هو اهلاويه طبعا، الاهلي ياما فرح فيه، الزملكاويه بصراحه ما فرحوش فيه قوي بس ماشي. لا هو دايما الاستاد سواء للاهلي للزمالك صراحة والمنتخب مصدر سعاده للمصريين. وما ننكرش برضو استاد برج العرب ابهى اكتر من الاستاد كمان في حته الامكانيات. طبعا الاستاد اتعمل سنه 60، برج العرب اتعمل في 2006 برضو. فرق السنين دي كلها بقى فيه امكانيات مش موجوده، انما الاستاد دلوقتي بيضاهي دلوقتي ان شاء الله يكون ابهى، والقائمين عليه يعني نشكرهم في مجهود
موجود وفي خليه نحل شغاله. طبعا شفنا سياده رئيس الوزراء مع الوزير الدكتور اشرف صبحي اللي كان قبل كده رئيس هيئه الاستاد وعارف كل مداخل والمخارج والاستاد محتاج ايه وكده. وطبعا رئيس هيئه الاستاد اللي هو علي برضو عامل مجهود مع مجموعه العمل اللي معاه عشان يطلع الاستاد فعلا يشرف مصر ويشرفنا احنا كلنا اللي احنا سواء جماهير او عاملين بيه ان احنا نكون سعداء اللي احنا موجودين في الاستاد ونشجع مصر ومصر تكسب ان شاء الله. يا رب يا رب. لكن برج العرب موضوعه بس في صعوبه الوصول ليه المسافه كاحنا كاهلاويه مباراه الاهلي بنروح وطبعا الايام دي عشان موضوع الامن والكلام ده كله فالموضوع بقى صعب قوي كمان. لكن هو في العموم هو صعب بعيد يعني ما احنا هنعمل استاد فين؟ ما حتى لو ان شاء الله الاستاد اللي هيتعمل للاهلي في 6 اكتوبر فبرضه لو فكرنا في حته والاستاد اللي هيتعمل في العاصمه الاداريه الجديده برضه يعني ما برضه مشوار. بس الفكره انت رايح تستمتع، رايح تستمتع فين؟ دي مش مفروض انها تفرق معاك. انت رايح مجموعه من الزملاء عائله يعني رايح يوم تستمتع، رايح يوم تقضي وقت. طبعا احنا شعب يعشق الكوره برج العرب طبعا من الاستادات اللي برضو شالت المنتخب والاهلي والزمالك خلال الفتره اللي فاتت مجهود يشكر من القائمين عليه. ودايما الارضيه بتاعته بالرغم ان هو عنده الصقيع كتير في اسكندريه وكده بس محافظ على ارضيته الى حد ما وبيحافظ برضو على قدرته. يعني زي ما حضرتك بتقول ده ماتش كان للمنتخب مصر يعني حاجه بصراحه تحفه وحاجه تفرح دايما الاستاد بتاعتنا عشان احنا اتعمل عندنا بطولات ليست بقليله. يعني سواء في 2006 او 2009 مش عاوز اقول لحضرتك خليه العمل مش مجرد بس الاستادات لا والشباب والاشرز اللي كانوا شغالين في البطوله حاجه جميله. حاجه دلوقتي نقدر نقول ان احنا ننظم اي بطوله عالم بطوله اولمبيه كمان. احنا عندنا كل الاستادات موجوده او كل الامكانيات اللي احنا نقوم سواء فنادق سواء انتقالات سواء هي الكل قصه بس اللي احنا الناحيه التنظيميه يعني احنا ننظم العمل ده. الخبرات موجوده، الكوادر موجوده من الشباب من الجنسين. يعني لما اختاروا محمد فضل شاب وعنده لغات، عمل تعايش في روسيا في 2018 في كاس العالم مع المدير التنفيذي. فبرضو ان الدوله بتدور على كوادرها انها تبقى ليها ودن بعد كده اللي هو شافه واللي هو بيطبقه دلوقتي ان هو احنا اخترناه او اللجنه المنظمه او اتحاد الكوره او وزاره الشباب والرياضه اختارته ان هو يبقى مدير الدوره. دي حاجه طبعا نتمنى له النجاح كلنا واقفين سند ليه. مجرد ان هو برضو كادر من كوادر النادي الاهلي دي حاجه تشرف النادي وتشرفنا اللي احنا ولازم يعني اللي معه ولا ضد لازم كله يساند عشان في الاخر انت بتلاقي مصر. ضد كتير بس انت هتلاقي ضد في اي حاجه والله حضرتك لو اخترت حد سنه كبير حد متوسط زينا حد صغير هتلاقي لازم فيه الاعتراضات ولكن في الاخر احنا بندور على المصلحه العامه. المصلحه العامه كلنا هنمشي وراها اكيد. واول مردود للنجاح دكتور هو الاستاد نفسه. ده اول حاجه بتشوفها الفرق، اول حاجه بتشوفها الكاميرات، اول حاجه بتشوفها الناس بتتفرجوا عليك كدوره منظمه. جمال الاستاد هو الكاميرا الخروج والدخول زي ما حضرتك بتقول على المستطيل الاخضر وما حواليه. انما بقى ما خلف الكاميرا من فنادق من المطارات من النقل من كل الكلام ده بيجي جزء تاني. فلازم الاستادات تبقى على ابهى صوره عشان هي دي اللي هتروح للدول الاوروبيه والدول العالميه والدول الافريقيه اللي هتوصل لها المنظر الحضاري بتاع مصر عن طريق ايه؟ الاستادات والجمهور ان شاء الله اللي هيكون يملى الاستادات ان شاء الله. ما فكرناش نعمل استادات في المدن الساحليه، المدن اللي بتطل على بحار، المدن الاماكن التحفه اللي عندنا في مصر؟ والله هو اتعمل بالفعل استادات بس يعني مثلا استاد الجونه في الغردقه، استاد شرم الشيخ، ولكن السعه الجماهيريه بتاعته ما تحصلش ال 15 فعشان كده لم يختار في الجونه. او ده شايفه ازاي يا دكتور؟ طبعا شايفه ان يعني هو اللي فكر على اساس انها لو اتلعب بطوله بتلعب عندنا بطوله كل قد ايه؟ كل 10 سنين، كل 15 سنه، كل 20 سنه. بس لو اتلعب عندك بطوله كل 50 سنه وانت عندك المنظر بتاع الجونه، شرم الشيخ، الغردقه، اسكندريه زي الماكس مثلا، الناس تتكلم عليك 50 سنه كمان. والله حضرتك انا ما سافرت المانيا عشان خاطر نشوف كاس العالم في المانيا مع البعثه وكده. بصينا للاستادات هناك، الاستاد مين شغال فيها؟ يعني احنا عدد ليس بقليل موجود هناك. لقينا هو واحد اللي بيفتح لنا باب الاستاد
هو اللي بيورينا الكاميرات، هو اللي بيورينا غرفة التحكم، هو اللي بيفتح لنا اي حاجة، هو اللي بيشرح لنا الاستاد بيعملوا ايه بقى هناك. قبلها بيومين، قبل المباراة بيومين، وانت احنا عارفين ان هناك ما بيلعبوش الا مباراة كل اسبوعين. قبل المباراة بيومين يروحوا ينظفوا الاستاد والصيانة تشتغل، وكل الاطراف اللي ليها دعوة بالمباراة بتكون موجودة بتنظم شغلها. تمام. يوم المباراة طبعا الاستاد بيكون فول كاباستي من الموظفين والقائمين عليه والمنظمين وغيره. بعد المباراة برضو موجودين اللي هم سواء بيظبطوا لو حاجة عطلت او بيعيدوا المنظر تاني الهيكل، ويروحوا بعد كده خلاص في اجازه او في شغلانه تانية مش في الاستاد. قفلوا الاستاد. احنا بقول لحضرتك ما كنا بنروح نزور الاستادات، هو واحد بس اللي بيورينا كل حاجه، بيروحوا بس يشوفوا النجيله والكلام ده كله. يعني وطبعا هناك في برضو عشان برضو ندي لكل حق حقه، حتى النجيله هناك عشان الصقيع وكده في حاجات امكانيات ليس بقليله، يعني تلاقي النجيله داخله تحت المدرجات بتتدفى، ده جزء من التدفئه، داخله تحت المدرجات بتدفى، وقبل المباراه بيوم تطلع وتطلع طبعا كلها على اجهزه الكترونيه وكده بتدخل وتطلع النجيله، والمكن يقصه على حسب الطول اللي عايزينه. وده جزء تاني ممكن احنا طبعا حاولنا ان احنا نعمله في اكتر من استاد، اللي احنا نغطيه ساعه الصقيع طبعا عشان خاطر القمه الناميه في الصقيع بتبقى بسيطه، النمو بيبقى بسيط او ضعيف، فقلنا ندفيه. وده برضه بتحرق النجيله اصلا كمان. إيه؟ عندنا في مصر بتلاقي النجيله محروقه، ما هو برضه من كميه صفرة. المباريات اللي بتلعب عليه، بجانب اللي احنا برضه اسلوب الصيانه عندنا مش واخدين. احنا الشتاء عندنا قد ايه؟ شهرين ثلاثه طبعا، الايام دي طبعا الجو غير طبيعي، بس ده بياثر على النجيله، بس قليل برضه. تمام، بياثر على النجيله. انما باقي السنه فاحنا كل مشكلتنا، وان شاء الله هتتحل بعد اللي انا شايفه في احدث حاجه معموله ان شاء الله في الاستاد، ان الموضوع ده ان شاء الله هيتحل. احنا بقى لنا 20 30 سنه بنتكلم في القصه والله. ما هي تكلفه، ما ماشي، ما اوروبا بتعمل كده يعني عارف حضرتك مساحه الملعب 50% انت بتكلم بس بتلاقي او 115. فانت الكميه دي كلها عشان تتغطى، او الكميه دي كلها عشان تدفى، او الاماكن اللي هي فيها اللي دايما بتنحي اللي هي قدام الجون دي، بيروحوا مسلطين عليها اشعه، بيجيبوا اجهزه يسلطوها عليها عشان تدفيها، عشان القمه الناميه تشتغل وتنمو بزياده. ماشي، ففي طبعا حاجات بس كلها تكلفه، وهتجيبها لاستاد واحد والتاني لا، فانت لازم هتجيبها لجميع السادات. انما اللي شايفه الايام دي ان بدا يكون في حاجه، واحنا بنجرب برضه، احنا بنجرب برضه عشان طبيعه برضه التربه المصريه طامي دلوقتي، بقت التربه كلها 100% رمله. يعني زمان كانت التربه بتاعه الملاعب كلها طامي ونزرع، دلوقتي لا، بلاطات من النجيله، الرمل 100% رمل. الاول كان يعني في 2006 انا فاكر كانت 70% رمل 30% طامي، دلوقتي 100% رمل. النجيله بتكون في اجمل صورها في الشتاء ولا في الصيف؟ طبعا في الصيف. طبعا في الصيف. طب احنا عندنا شهور الصيف اطول من شهور الشتاء، يعني احنا اللي هنتعب فيه اصلا حوالي شهرين ولا شهرين او ثلاثه اللي احنا فعلا بنتعب فيهم بس. وما دي محتاجه تكلفه. يعني ما انت هتجيب الاجهزه والمعدات دي، ما انت هتركنها السبع شهور اللي بعد كده ولا الثمان شهور اللي بعد كده، فبرضه وبعدين ايه حاجه تتركن السنه الجايه محتاجه صيانه ومحتاجه متابعه وكده، وان شاء الله يعني الحل الجديد ده ان شاء الله يكون القاهره ان شاء الله. انا بتكلم فيها يا دكتور، انت لما بتصرف بتلاقي بعد كده، بتلاقي وجهه مشرفه، بتلاقي انت عارف مصر، بتتكلم في مصر، مصر كأكبر بلد في أفريقيا، ويعني إنجازات كبير جدا لمصر والله. احنا شفنا في 2006 و2009 الاستادات كانت علاء باسور بالظبط، يعني بصراحة يعني كان في شغل ليس بقليل، سواء من اللجنة المنظمة المهندس هاني والمهندس خالد عبد العزيز وكل اللجان اللي كانت مشاركة في البطولة. ماشي، كان في متابعة، وبعدين كمان كان في لجان تفتيش على طول جاية، ما فيش شهر إلا بيكون عندنا أكتر من لجنة تفتيش من لجان مختلفة، سواء في كأس الأمم من الكاف أو في كأس العالم للشباب 2009 من الفيفا. فبصراحه كان في متابعه مستمره، وفي نفس الوقت احنا كان في هدف قومي اللي احنا ننجح بالبطوله، زي دلوقتي برضو احنا عندنا هدف قومي ننجح بطوله والسياحه ترجع وخلاص بقى كفايه ما فات. احنا دلوقتي رجوع جماهير ان شاء الله هيبقى على ابهى صوره، احنا في حدث العالم كله هيشوفه، وطبعا الدول الافريقيه اللي هتيجي دول فيهم لعيبه ليهم براندات عالميه،
براندات عالمية سواء في الأندية بتاعتها أو في المنتخبات. فده كله هيساعد لانتعاش السياحة المصرية إن شاء الله بصورة إحنا محتاجينها. عشان كده دولة رئيس الوزراء عمل لجنة عليا من رئاسته والداخلية والإعلام والسياحة والشباب والرياضة والصحة والإعلام، كل دول في اللجنة العليا للبطولة. ده يعني دي أهم حدث في مصر. يعني 8 وزراء موجودين في اللجنة العليا، دي معناها أن ده حدث قومي لازم كلنا نساعد فيه. أكيد عارفين قيمة هذا الحدث. تمام. يعني أهم حدث بقالنا 9 سنين مستنيين أو 8 سنين مستنيين حاجة، أن احنا نقول للدنيا كلها لا احنا مصر، احنا لسه مصر زي ما بالفعل. وكمان تتعمل بعديها لجنه تنظيميه برئاسه وزير الشباب والرياضه، ينزل تحتيها لجنه منظمه وكيادة رئيس اتحاد الكوره المهندس هاني ابو ريده. يعني لا في شغل شغال، خلاف بقى اللجان المختلفه اللي هتلعب بقى، هتعمل بقى سواء الملاعب سواء الامن سواء المراسم، يعني كل ده طبعا في الايام الجايه ده يعني اعتقد هيجيبوا الناس ذات خبرات وفي نفس الوقت مطعمين بالشباب اللي هيقدروا انهم ينجحوا هذا البطولة القومية اللي مش عاوزين. دي مش بطولة كورة، دي بطولة قومية بالظبط، ماشي على أساسها البطولة دي تحديدا. طبعا في الوقت ده، ولا ده محك رئيسي اللي احنا نقول اللي احنا موجودين بالظبط، مصر موجودة بشعبها، ما عندناش مشاكل بالزبط. ولا أمنية ولا غير أمنية بالزبط. إنما كل اللي بيحصل ده زوبعة بيعملها آخرون سواء خارج مصر أو داخل مصر عشان يفككوا الوحدة اللي موجودة فيها. احنا دلوقتي مع احترامي كان مين داخل قدامنا في كاس في التنظيم؟ جنوب افريقيا. انت بعد الساعه 5 ما تقدرش تمشي في جوهانسبرغ. احنا هنا انت بتقعد لحد الصبح الاولاد والشباب وكده، وده طبعا غلط. قمه في الامان. فبالتالي احنا بنرحب طبعا بوجود او بوصول المنتخبات الافريقيه لما تيجي ان شاء الله، هيلاقوا الامن والامان في مصر ان شاء الله. يا رب. كلام محترم جدا وكلام فعلا نفسنا نشوفه، نفسنا البطوله تيجي وتكون على احسن ما يكون وتعدي الدنيا ان شاء الله، تعدي بخير باذن الله. مصر قادره ان هي تعمل اي حاجه زي ما حضرتك بتقول يا دكتور وليد، لكن انا بتكلم على استمراريه بقى، استمراريه الملاعب الجميله. يعني انت عندك برضو الدوري ممكن يبقى حاجه قوميه، ليه لا؟ دوري وتسوقه كويس قوي زي احنا بنشوف الدوري في الامارات، الملاعب حاجه تفرح. عندك دوري وعندك ملاعب وعندك جمهور وعندك بلد بحجم مصر، ليه ما تتسوقش ويبقى دوري كبير جدا وتستفيد منه على احسن استفاده؟ ده الاحسن من الدوري كمان، ده كاس الامم. اللي احنا لو ما عملتش لجنه تسويق على اعلى مستوى تسوق لكاس الامم الافريقيه، بدل ما احنا بندفع فيها يعمل لنا انقام على اعلى مستوى مادي يخش خزينه الدوله اللي هتصرف يعني ملايين الملايين لتنظيم الدوره، يبقى احنا كده يبقى احنا مش محترفين. وانا طبعا يعني اشهد المهندس هاني ابو ريده والدكتور اشرف اللي هو اساسا دكتور التسويق في الاداره بالزبط. ان احنا هننظم البطوله مش تنظيم بس، لا تسويقيا على اعلى مستوى. كل حاجه بتتباع دلوقتي، كل حاجه بتاع البن بتاع اللي على الجاكيت التيشيرت المج كل حاجه دلوقتي، كل القلم يعني كل بالزبط. حاجه دلوقتي خلاص، يعني احنا في عصر التسويقي خلاص العالم كله قريه صغيره. انت لو ما سوقتش على اعلى مستوى في وجود القامات اللي موجوده على راس المنظومه الرياضيه في مصر دلوقتي وبالخبرات اللي موجوده في 2006 و2009، ان شاء الله اتوقعها انها بطوله فيها مكسب مش فيها خساره زي السابقين. تمام. تعال نشوف الجماهير بيتكلموا ازاي عن الملاعب المؤهله لاستضافه هذه البطوله الهامه جدا لمصر، ونرجع نستكمل الحديث مع حضرتك. يلا بينا. نمت واحد استاد القاهرة، لما كذلك استاد الدفاع الجوي، استاد الكلية الحربية دفاع القاهرة، استاد الجيش في السويس، استاد الإسماعيلية، استاد برج العرب، واستاد اسكندرية في اسكندرية، واستاد حرس الحدود. كويس يعني كافيين جدا. الاستاد بتاع برج العرب طبعا هايل. استادات اللي الجيش عاملاها، استاد الدفاع الجوي كويس، استاد بتاع حرس الحدود، استاد الماكس، استاد اسكندريه. احنا عايزين برضك استاد اسكندريه واستاد القاهره والملعب بتاع الاسماعيلي. احنا عايزين البلاد اللي هي فيها بتحب الكوره وبتشجع الكوره، وما نحرمش الجمهور
اللي بيعشق الكورة في جمهورية مصر العربية من ان هو يشاهد الدول اللي هي داخلة في المسابقة الأفريقية. مش أوير بالملاعب الجاهزة ولا مش جاهزة، بس الحاجة اللي أنا بستغربها استاد القاهرة. استاد القاهرة احنا بقالنا سنين طويلة كل شوية بيتوضب ويقول لك هيبقى جاهز ويجهز، ما يقعدش شهر شهرين ثلاثة يوم راجع تاني. انا مش عارف ايه المشكلة في استاد القاهرة. اما يبقى استاد القاهرة بالشكل ده بقية الاستادات يبقى حالها ايه؟ بس انا بشوف في الماتشات اللي بتتلعب على برج العرب اعتقد او استاد السلام اسكندرية نوعا ما، ما هو برج العرب ده جنب اسكندرية، بس استاد اسكندرية اعتقد ما فيش حاجة بتتلعب عليه ولا فيه، انما يعني بحس برضو الاستادات دي نوعا ما جاهزه، بس انا بشوف الشكل العام في الملعب الامكانيات بعد كده المدرجات عامل الحمامات اللي مش عارف ايه الحاجات دي، لان الحاجات دي في منتهى الضروره طبعا عشان تستخدم في بطوله زي بطوله افريقيا. اولا استاد الجيش في برج العرب ده استاد 100% عالمي، واخد بال سيادتك. ثاني حاجه في اسكندريه استاد البلديه اللي هو استاد اسكندريه الاصلي، واستاد حرس الحدود دول في مدينه اسكندريه، ثلاثة دول. نيجي القاهرة، استاد القاهرة مهيأ بعد التجديدات اللي بيعملوها فيه وعظيم جدا، واستاد السلام، وبعدين استاد 30 يونيو اللي هو الدفاع الجوي، دول في القاهرة. نروح السويس، السويس فيه استاد الجيش مهيأ وممتاز جدا، واخد بالك، واستاد إسماعيلية، وبعدين أرض بورسعيد، استاد بورسعيد برضك أنا شفته جميل جدا يصلح، وبعدين الجماهير هناك جماهير كرويه تشرف مصر في اثناء البطوله نفسها، لان حضور الجماهير ده عامل مهم جدا جدا من نجاح اي بطوله. طبعا كما هو معلوم واذا لم تخني الذاكره يعني في استادات غير الاستادات الاساسيه المعروفه اللي هي القاهره واسكندريه وبرج العرب ودفاع جوي والسلام. اولا استاد القاهره طبعا ده حاجه علامه مميزه يعني، واستاد برج العرب واستاد السويس والاستاد الجديد ده اللي في السويس، استاد الجيش في السويس، وفي استاد السلام برضو كويس. يعني في حاجات كثيره في مصر يعني بصراحه، يعني مصر قادره. يعني شايف ان استاد القاهره والاسماعيليه واسكندريه وبرج العرب دي من والاستاد بتاع الجيش طبعا اللي هو في السويس، دي الملاعب المظبوطه، بس هي عاوزه شويه شغل يعني من ناحيه التنظيم، من ناحيه الدخول وخروج الجمهور، الاراضي اللي هي بتاعت الاستاد، اي استاد لازم طبعا بتشال وتحط نجيله جديده، على الشهرين الجايين تبقى كل الاشياء كلها مظبوطه ومتابعه عظمه. اهلا بحضراتكم من جديد. دكتور وليد، اكيد الجماهير عايزين يعرفوا عن اشتراطات الامن في هذه الاستادات، خصوصا انت عارف الاحداث اللي احنا فيها. انا عايز اروح انا ومراتي واولادي، او اللي عايز يروح هو واخواته، اللي عايز ايا كان بقى، عائلات بتروح عايزين يدخلوا الاستاد في منتهى الامان، يخرجوا في منتهى الامان، وهتلاقي اقبال كبير من الشعب المصري على كل المباريات، عشان الشعب المصري عارف قد ايه هذه البطوله مهمه جدا لمصر بشكل عام. والله يعني لازم بس الرقم واحد نعرف ان احنا رايحين نستمتع، دي رقم واحد. الامن بقى عايز ايه؟ الامن عايز المباراه تقوم دخول وخروج امن. يعني ايه خروج وخروج امن؟ يعني مثلا انا عاوزين نقلل موضوع التفتيش، يعني مش لازم تخش بشنط، دخلت مش لازم تخرب، دخلت استمتع، انت واقف مش على الكرسي، انت واقف قدام الكرسي او قاعد على الكرسي. يعني لازم نعرف كل واحد في اي مشكله، في 500 الف منظم هتلاقيه يحل لك مشكلتك، في مشكله على البوابه هتلاقي 500 الف ضابط او عسكري او كده هينظم لك الدخول بتاعك، والدخول لازم يكون امن زي الخروج امن. وفي الاخر احنا ده رايحين نستمتع زي ما بقول لحضرتك. الاشتراطات الامنيه اللي بيعملها الكاف للاستادات معروفه دلوقتي للاستادات، ونقولها تاني من اول، قلنا البوابات للبوابات الالكترونيه، لغرفه التحكم
اللي هي بتاعه الكاميرات طبعا بيكون فيها اكتر من حد مسؤول وبجهاز طبعا لاسلكي عشان لو في اي خروقات او في اي مشكله في اي قطاع او اي بوابه تتحل على طول. في دلوقتي لازم كل استاد يكون ليه بوابات على الملعب، مفيش حائل ما بين يعني يدوب هو ارتفاع السور بتاع الملعب متر، ده الاشتراطات بتاعه الكاف والفيفا. الاشتراطات لازم يكون، انا شفت دلوقتي قبل ما اخش لحضرتك الاستاد اللي بيتدرب عليه النادي الاهلي، انا شايف الاسوار ده مش هيبقى استاد قانوني، الاسوار عاليه جدا بتاعه الملعب. ده لو مش هيتلعب عليه مباراه رسميه، ده اعتقد يعني يعني هو بيقول لك الجمهور المدرجات قصدك، السور اللي هو قدام المدرجات، بيقول لك الجمهور مش مفروض يكون في حائل بينه وبين الملعب، ان هو يشوف الملعب، ان هو يشوف اللعيبه، ان هو يشوف يكونش فيه يعني كده احنا بنضيع 7 8 10 صفوف الجماهير ما تقعدش فيها، تقعد بعد كده وده طبعا مش صح. لو الناحيه الثانيه دايما بيكون الصحفيين موجودين من اتجاه المقصوره من الناحيه الثانيه عشان نفس الاتجاه اللي بيكون فيه الصحفي اللعيبه، ولازم يكون فيه 4 غرف خلع ملابس في كل ملعب عشان يبقى استاد قانوني. لازم يكون فيه الميكسد زون، بيكون قدام غرف خلع ملابس، مجرد ان هو ينزل من الاتوبيس ميكسد زون في الكاميرات عشان اللقاءات الصحفيه. الكلام ده كله دي اشتراطات لازم تكون موجوده في الاستادات، ولازم الجمهور مالكش دعوه بالمناطق اللي هي زي الميكسد زون، انت تروح عشان تظهر ورا الكاميرا، ده مش صح. احنا عاوزين نظهر يعني بالمظهر الحضاري، مش عاوزين نبص لورا، نبص لقدام. كاميرا فيها لاعب او فيها مدرب، مش لازم يبقى الخلفيه بتاعها حد من الجمهور. يعني انت اعرف اللي انت في بلدك لازم تبقى بابها صوره، انت احسن من اي حد موجود في العالم بالنسبه للسلوك الجماهيري، لازم ده نوصله. بالزبط. ما ينفعش منطقة اللقاءات الصحفية تلبى فيها جماهير أو شباب صغير يفضلوا يعني يبانوا في الكاميرا خلفية باك جراوند مش حلو. يعني في مناطق ما نجيش ناحيتها، وفي مناطق احنا رايحين عشان نستمتع. في غرف للتحكم برضو نبعد عنها، سواء غرف الكهرباء، الكاميرات، الكلام ده كله احنا رايحين نستمتع ورايحين نشجع. مش لازم نخش معنا شنط كبير عشان هتاخد فتره كبيره في التفتيش، احنا رايحين معاك ازازه الميه بتاعتك، معاك حاجه بسيطه معاك في الاخر، انت رايح عشان تبص تشجع منتخب بلدك او تشجع احدى المنتخبات اللي انت هتبقى موجود فيها، وهتطلع امن، تخش امن وتطلع امن. ده كله هيبقى في صالح منتخب مصر، وقبليها طبعا في صالح الدوله، اللي احنا عاوزين نغير السلوك اللي موجود في بعض المباريات او اللي وصل فينا، اللي احنا في عندنا بعض من الشغب اللي اعتقد دلوقتي من بعد ما الدكتور اشرف صبحي والساده المعنيين بداوا يرجعوا جمهور ستيب باي ستيب، اعتقد ان ده مع كاس الامم الافريقيه هيكون الاستادات على ابهى صوره من الجماهير، وسعه الاستاد لازم تكون رقم واحد بالنسبه لتذاكر الدخول والخروج. يا رب ان شاء الله خير. و معوش تذاكر، معوش تذاكر ما يروحش، معيش تذكره للمباراه ما اروحش الاستاد، معرفتش اجيب تذكره للمباراه ما اروحش. في طرق شرعيه عشان تجيب التذكره، نسهل كمان الاستادات، نسهل الحصول على التذكره. انما هتروح من غير تذكره تحت بند ان الامن في الاخر هيدخلك، انت كده بتعمل تكدس غير مرغوب فيه، مش هيحصل الكلام ده ان شاء الله. طبعا بالخبرات اللي موجوده ان شاء الله مش هيحصل الكلام. نورتني وشرفتني يا دكتور، ربنا يخليك، انا سعيد طبعا حضرتك. مع الوقت جري بسرعه، وكان عندي اسئله كتير لكن وقتنا جري بسرعه للاسف. نعمل حلقتين ثلاثه كمان. تنور وتشرف والله، ربنا يخليك. شكرا جزيلا ان شاء الله تكون بطوله موفقه باذن الله يا رب. وان شاء الله يعني بتمنى من بمر حضرتك المحترم ان تبقى بطوله على اعلى مستوى من التنظيم، على اعلى مستوى من رجوع الجماهير اللي احنا مستنيينه على فكره بقالنا كتير جدا، الرجوع الحقيقي للجماهير سواء في المباريات الرسميه اللي هي في كاس الامم او المباريات الدوري او الكاس كده، ده طبيعي، ده لذة المباراة بتبقى بالجماهير، لذة اللعب، واحنا شعب عاطفي بنعشق الكورة رقم واحد. اكيد اكيد، نورت وشرفت المرة الثانية، وان شاء الله يكون ليك دور في تنظيم هذه البطولة. اهلا وسهلا، وده طبعا ده شرف ليا ان انا اكون انا في خدمة بلدي في اي موقع اتحط فيه ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. هنطلع فاصل عشان نستقبل نجمتنا منى طارق لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية، مش سايبيننا في حالنا هم. ماشي، نطلع فاصل ونستقبل نجمتنا. أنا
بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم. والاهلي شرفتني نجمه بقى، بس بنت في عالم كره القدم النسائيه، ونجمه فريق فاتح الوطن سبورت التركي. ازيك اهلا بحضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. لسه صغيره على الاحتراف والكوره والحاجات دي، ما ده احسن حاجه. عرفي الناس بيكي بقى. انا اسمي منى طارق، بلعب منتخب مصر ومحترفه حاليا في فتح سبور، وسابقا كنت بلعب في نادي وادي دجله. في دجله. دجله دايما بوابه احتراف اكيد، نادي دجله منظومه كبيره جدا يعني، وفيها مواهب كتير يعني. انت بقالك ايه؟ بقالك كام شهر ولا كام سنه ولا؟ انا بقالي 5 شهور في تركيا يعني. 5 شهور. يعني عقود بقى ماضي عقد؟ اه عقد. سنة واحده؟ اه سنه مع التجديد بقى. ليه سنه؟ مفيش. هو الكره النسائيه غيرنا احنا كرجاله. اه يعني انا مضيت سنه عشان اشوف الدنيا يعني، اول سنه ليا احتراف واشوف الدنيا يعني هناك كده. مبسوطه هناك؟ اه الحمد لله يعني. هنتكلم في التفاصيل، بس يعني الاسئله السريعه كده، الدنيا هناك شكلها ايه؟ الكره النسائيه الدنيا هناك يعني غير، يعني الدنيا هناك يعني بيتعاملوا مع اللعيبه كان يعني كل حاجه بروفيشنال هناك يعني. عكس مصر. هناك الكره النسائيه متقدمه جدا، لها شعبيه كبيره كجمهور، كاهتمام من الاتحاد، كاهتمام من الانديه كلها يعني. احسن حاجه كمان هناك اللي فيهم نفسها، المستويات كلها متقاربه من بعضيها. فكنتش عارف مين هياخد الدوري مين مش هياخد الدوري، فده احسن حاجه هناك يعني. انتوا المركز الكام؟ احنا حاليا الخامس يعني. الخامس؟ ليه بقى منها بقى؟ احنا موديين محترفه مصريه تكسر الدوري. مفيش هو هناك يعني، احنا ممكن الخامس، احنا ممكن نبقى نصدر الدوري هناك. مفيش حاجه اسمها فرقه ضعيفه وقويه يعني، هناك الفرق كلها مستوى كله. انت كام سنه؟ انا 19 يعني. 19؟ فريق اول؟ فريق اول. فريق اول. يعني كم فرقه هناك في الدوري التركي النسائي؟ هناك في دوري ممتاز، دوري ب، الدوري الثالث، يعني هما 3 دورات. ده فريقك؟ هو ده فريق. ده عرفينا مين دول؟ دي فاطمه قتاش، دي من احسن لعيبه هناك في تركيا، اللي هي على اليمين. اه ودي حارس المرمى بتاعتنا، كابتن الفريق. احسن لعيبه في تركيا؟ من احسن لعيبه في من تركيا. احسن لاعبين اللاعبات. ودي حارس المرمى. دي حارس المرمى. مش مليانه شويه؟ هي سمعنا مش ده عضب عضب بجد؟ والله. هي تركيا ولا ايه؟ اه تركيا. تفهمنا؟ طب كويس. دي فاطمه برضه. ده اول مباراه ليا جبت فيها هدف يعني. لسه هسالك بقى، دي في دجله؟ لا ده منتخب مصر، انا كابتن قائد المنتخب. اوكي ده الاتحاد المصري، انت كابتن منتخب. لا ده احنا عندنا كلام كبير بقى عندنا. انت بتتكلمي لغه ثانيه؟ بتكلم انجليزي بس، والتركي يعني دلوقتي هتتعلمي. التركي سهل متهيألي. اه مش كده؟ سهل، في كلامه اكترته عربي، بس يعني مع الوقت يعني ان شاء الله بقى احسن من كده. فيه ليه الدوري التركي؟ ولا هو ده الفريق اللي جالك احتراف؟ مفيش، انا كان جاي لي نادي اسبانيول في اسبانيا، بس كان فتره المنتخب ساعتها. كان عندنا تصفيات كاس عالم، كان اخر ماتش لينا ضد الكاميرون، كنا كسبنا المباراه ديت، كان زماننا صعدنا كاس عالم في الاردن. بس ما حصلش نصيب. كان جالي وانا كان عندي 17 سنه اسبانيول، بس كان تركيزي كله مع المنتخب الفتره ديت، ما كنتش بفكر في اي حاجه غير اللي انا كان نفسي حلمي ان انا اوصل كاس عالم واتشاف هناك، بس ما حصلش نصيب. هم كانوا عايزيني كمان فتره معينه هناك، بس اول ما جالي النادي الفاتح وكده يعني صدقت يعني فرصه جات لي في صغري وكده، لازم اخد اول خطوه لقدام. فدي فرصه تفتح لي حاجات كتير يعني قدام. بتلعبي ايه؟ انا بلعب فيرود وهاف ليفت وساعات بلاي ميكر يعني. فيرود وهاف ليفت وبلاي ميكر، ده احنا محتاجين بلاي ميكر عندنا في الاهلي. بتلعبي برجل الشمال؟ بلعب باليمين، بس بلعب بالشمال برضه. بتلعب بالشمال لكن الاساسيه اليمين. اه. طب كلميني على دراستك بقى. ايه؟ انا دلوقتي يعني في اولى جامعه تجاره يعني، وان شاء الله يعني بحاول على قد ما اقدر انقل جامعتي هناك، لاما لو اتنقلت لحته تانية افضل انقل جامعتي في حته تانية. فانا دلوقتي يعني بشوف يعني الدنيا. مأثرة عليكي شويه الكوره او واخده من وقتك كتير؟ اكيد اكيد طبعا، بس انت اخترتيها خلاص. خلاص اخترتها، وانا حاطه في دماغي هدف معين عايزه اوصل له. فخلاص يعني، فلازم اضحي يعني. الدراسه مجرد مسمى يبقى معاكي؟ هو مش مسمى. يعني ان انا بقى يعني حاصل على تمام، بس انا حاطه في دماغي هدف معين في كره القدم يعني، ان شاء الله حاجه معينه ان شاء الله اوصل لها باذن الله. طب السؤال بقى اللي هو اكيد اتسالتيه قبل كده، باباكي ومامتك؟ لا، بابا ومامتي دول حاجه تانية يعني. دول يعني سبورت ليا كبير جدا يعني، لهم فضل عليا كبير في اللي انا فيه لغايه دلوقتي. يعني بابا وماما دايما كانوا من صغري، ما كنت بقى انا بدات كره القدم في الاول في نادي الداخليه، كان عندي 10 سنين، فكانوا دايما بيجوا معايا النادي والتمارين، ما كانش بيسيبوني لحظه يعني. وليهم فضل كبير عليا لغايه دلوقتي يعني، وبيتعبوا عشان يعني الحمد لله يعني. وهم سبب اللي انا فيه دلوقتي، سبورت ليا كبير يعني. انت عندك كم اخ وكم اخت؟ احنا 5 3 بنات وولدين، 3 بنات بيا وولدين. بس كويس ان باباكي سابك تحترفي وكده. اكيد هو ده حلمي، وهو شايف اللي انا يعني
انا خلاص اخترت الحاجه ديت فهو عمره ما يقف قصادي يعني هو كان هو يفضل جنبي يعني لغايه ما اوصل للحلم الاكبر باذن الله. انا عندي مريم بنتي يا رب ما تكون بتسمعنا. يا رب ما تكون بتسمعنا. ليه بس؟ عشان عايز تلعب كوره بس انا بصراحه ضد الفكره. ليه بقى؟ والله دي حاجه حلوه. شفتي؟ ضد الفكره. والله حاجه حلوه جدا. يعني ساعات بشوف البنات كده يعني الكوره لعبه عنيفه. ولعبه تحسي ان شفتي الكوره الاهلي والافريقيا وشفتي يعني بتبقى حجم المنافسات ازاي والضرب ازاي والاحتكاكات والالتحامات وانتوا بنات فالموضوع بالنسبه لنا شايفه كده ما فيهاش حاجه والله يعني انتوا عايزين تقتحموا كل حاجه من لا مش نقتحم احنا عايز اقول لك حضرتك يعني احنا عندنا مواهب كتير كويسه جدا وعندنا يعني مش مبالغ ولا حاجه انا دايما بقول الجمله دي عندنا لعيبه بنات بتلعب احسن من الولاد بيلعبوا في الدوري الممتاز مش قصدي اقطع ولا اي حاجه مش قصدي تقطعي امال لو قطعتي تعملي ايه والله مش قصدي يعني بس فعلا في بنات موهوبه جدا يعني احسن من لعيبه في الدوري الممتاز والله مش ببالغ فعلا بجد والله ما ببالغ بس هما مش واخدين يعني الشو الشو الاعلامي مش محدش باصص عليهم بس احنا في مصر هنا يعني الكره النسائيه ممكن مش شافه قوي عشان كده مثلا نستغرب ازاي بنت تلعب كوره كده يعني طب انا معايا تليفون مهم جدا بقى يعني شفتي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه منور الدنيا يا دكتور الو الو يا دكتور الصوت ضعيف حضرتك سامعني كده؟ اه كده سامعك اه دكتور اشرف صبحي وزير الرياضه اهلا بحضرتك ومنور الدنيا في الاهلي اهلا وسهلا كل سنه وحضرتك طيب يا رب يخليك وانت طيب والمصريين كلهم والرياضه المصريه شباب مصر يعني انا من ساعه ما حضرتك توليت المسؤوليه وانا دايما بقول على حضرتك ان انت بتنهج من كتر الجري اللي عايز تعمله من كتر الخطوات اللي عايز تنجزها وتخلصها واكيد ان شاء الله ربنا معاك في كل حاجه بتعملها يا دكتور. شكرين جدا يا رب وربنا يوفقك يا رب ربنا يوفقك. انا معايا منا طارق حضرتك لو ازيك يا منا؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ منا يعني اتفضل انا اولا فخور ان انا قعدت معاك. والله يا دكتور شرف. انت نموذج جيد جدا في الفتاه المصريه. اللي ادت مثل جيد البنت الجدع كده الرياضيه ربنا يخلي حضرتك بتحب بلدها جدا ولما بتطلب وهي خايفه على بلدها دكتور اشرف يعني ده طبعا فخر ليا طبعا وكلامه ليا ده حافز كبير ليا يعني وليا الشرف يعني دكتور هل في يعني في اولويات الكره النسائيه في المرحله الجايه من وجهه نظر حضرتك ناوي تهتم بالكره النسائيه؟ بص مش متجمع كويس بيقطع بس انا هحاول بقدر اللي انا سمعته يعني جاوب على السؤال الكره الصدى النسائيه مرت بمراحل كتير في مصر لكن اكيد اتحاد الكوره هيولي ليها اهتمام وهي موجوده لكن عايزه اهتمام اكتر من كده انا بعد مقابله منا اكيد هتواصل انت عارف الفتره الصغيره ديت احنا مشغولين جدا يعني بالتجهيزات الاولانيه عشان 2019 كره القدم لكن اكيد انا يعني هتداول مع مجلس اداره اتحاد الكوره والمؤسسه الاهلي بخصوص كره القدم النسائيه وبالاهتمام طالما في يعني عندنا محترفين بالشكل جاي منا اكيد هيكون الفتره الجايه افضل ان شاء الله دكتور اشرف استاذنك نعاود الاتصال بحضرتك لان انا نفسي اتكلم مع حضرتك وكذا استفسار استاذنك نعاود الاتصال بحضرتك حالا دلوقتي يا ريت يا جماعه نحاول نجيب دكتور اشرف تاني عندنا استفسارات كتير جدا دكتور اشرف صبحي يعني وزير الرياضه طبعا نفسه يعني ده حاجه فخور انه قاعد معاكي والله فخر ليا طبعا شكلي اغير رايي بقى واخلي مريم ايوه بنقول كده برضه كان امبارح بيكرمي كمان امبارح قعدنا نتكلم في بعض الحاجات وكده ففي الاخر في اخر القعده فكرمني وكده يعني كانت حاجه كبيره بالنسبه لي يعني قال لك ايه؟ غير قاله لنا بقى هنا على الهواء وما اتكلمت معاه بعض الكلام يعني الفتره الجايه ان شاء الله في الكره النسائيه يبقى فيه اهتمام اكتر ويبقى فيه حاجات كويسه وكان كلامه يعني ليه تحفيز يعني ان انا اعمل حاجه كويسه واشرف بلدي باذن الله ابقى مصر مشرف ارجع اسالك على باباكي تاني ومامتك كان دورهم كبير جدا ان انت تحترفي ونادر قوي ان احنا معانا دكتور اشرف يا جماعه نويل دور كبير وان هم وافقوا ان هم تحترفوا وتبعدي عنهم طبعا الموضوع بيبقى صعب خلي بالك بالنسبه لي هو اكيد بيبقى صعب في الاول اللي انا مثلا يعني رايحه بلد تانية ماليش صحاب فيها ماليش اهل ماليش اي حاجه فهم كانوا في الاول خايفين بس خلاص هي الفكره انا خلاص خدت القرار دوت فهم شايفين اللي ده في مصلحتي فهم ما اعترضوش خالص
يعني حتى بابا كان كلامه ليا كان دايما خلاص انا مش هعمل، انا هقف جنبك دايما ومش هقف في طريقك طول ما انت اللي شايفه ده صح، خلاص اعمليه. خلاص كمان بعد ما سيادة الوزير اتكلم خلاص بقى الموضوع كده. بس يعني بابا ليه فضل كبير عليا يعني لغايه دلوقتي. طيب استاذنك معانا الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، اهلا بيك يا سياده الوزير مره تانية. كده الصوت كويس يا فندم؟ في حاجه يا جماعه، في حاجه في التليفونات يا جماعه، لازم نجيبه تاني. بس فبابا يعني عشان هو شايفني حاجه هبقى حاجه كويسه باذن الله وان شاء الله عمري ما اخيب امله وهوصل للحلم اللي انا عايزاه، عشان هو فعلا تعب معايا كتير هو وماما، فان شاء الله يعني هعمل حاجه كويسه. دوافع كبيره قوي ليكي يا منى بعد كمان اهتمام سياده الوزير بيكي وتكريمه ليكي وكمان المداخله اللي بيعملها عشان يكلمك ويكرمك كمان على الهواء وان هو فخور بيكي وكمان باباكي ومامتك، اكيد بقى هتديكي دوافع كبيره جدا. اكيد دي دفعه كسر الدنيا. اكيد دي دفعه كبيره جدا ليا، وده مدي يعني ده مسؤوليه اكبر كمان عليا اللي انا لازم اعمل اقصى حاجه عندي عشان اوصل لحاجه معينه وعشان اخلي الناس دي كلها تبقى فخورين بيا وادي الثقه بتاعتهم ديت، يعني لازم يعني باذن الله يعني اعمل اقصى حاجه عندي عشان اوصل لحاجه كويسه. تعال ارجع لك بقى، بتقولي ان في بنات بتلعب كوره احسن من الولاد في الدوري الممتاز كمان، خدتي من فين الجراه في التصريح ده؟ مش خدت من فين الجراه، انا بس في يعني في مقاله كده دايما يقولوها الكره الكره للولاد بس، فانا اكتر دي اكتر جمله بكرهها فعلا في حياتي. عشان فعلا انتوا لو شفتوا فعلا البنات اللي بتلعب هتغيروا فكره، فكرتكم ده تتغير عامه يعني، فعلا والله مش ببالغ، بنات كتير لعيبه جدا وموهوبه جدا وافضل مني كمان، لو خدوا الفرصه هيبقى افضل مني بكتير، بس مفيش فرصه ليهم متاحه. مفيش، بس فعلا والله في بنات كتير موهوبه. الدكتور اشرف بيقول ان شاء الله الفتره الجايه يهتم بالموضوع باذن الله. اكيد يعني باذن الله، واحنا اصلا كمان يعني باذن الله يبقى عندنا منتخب قوي جدا الفتره الجايه باذن الله لو في منتخب يعني. لكن تفتكر لو بنت نزلت تلعب كده في وسط يعني هيبقى الموضوع ازاي؟ هتقدر تقاوم الكات والضرب وال... انا من صغري وانا بلعب مع اولاد اصلا ما كنتش بلعب مع بنات، وكنت في بطولة رمضان كنت باخد احسن لعيبه في وسط الولاد دي كلها كمان والله. هو على فكره في المنتخب كنا بنلعب في المنتخب ولاد دايما وكنا دايما نكسبهم، ولاد 17 سنه 18 سنه وكنا بنكسبهم في المباريات الودي. ولا هما كانوا بيسيبوكوا تكسبوا؟ لا والله ابدا، كانوا بيخشوا جامد وكده فعلا. والله كنا بنكسب. دي حاجات ليك اهي بنعرضها اهي على الشاشه عشان الناس يشوفوا منها بتتكلم يا جماعه بمنتهى الثقه يا جماعه، يعني بتقول لك ان في بنات بتلعب احسن من الولاد في الدوري الممتاز. الدوري الممتاز ولا الناشئين قصدك؟ الممتاز كله والله. الممتاز كمان؟ انا يعني مش عارف يا منه. ماشي، انا هصدقك لغايه لما اشوف بقى بعينيا. كلميني عن حبك للكوره من وانت صغيره واصرارك وعزيمتك ان انت كمان تسيبي مصر وتطلعي تعيشي بره لوحدك في تركيا، وكلميني عن حياتك بره لوحدك ازاي؟ بتعيشيها ازاي؟ عايشه في النادي ولا بره النادي؟ لا، عايشه في شقه تبع النادي. طبعا حب لكره القدم دي بدات من صغري وانا عندي 6 سنين، يعني ما كنتش بعمل حاجه في حياتي غير بتفرج على كوره وبلعب كره قدم دايما. بس يعني انا ممكن وانا صغيره بحب حاجات كتير، يعني ممكن مثلا في الوقت اللي بيبقى فيه اجازه وكده في ناس بنات غيري بتسافر وتعمل، انا كنت بروح تمارين معسكرات مع المنتخب دايما، يعني بحب حاجات كتير عشان اوصل اللي انا فيه دوت. بس طالما انا اخترت الطريق دوت خلاص لازم اكمل فيه لغايه اخره، يعني خلاص انا من طالما انا حطيت هدف في دماغي لازم اكمل فيه. بس يعني انا دلوقتي في تركيا، ممكن في الاول اول شهرين عانيت كتير لسه بلد. عانيت في ايه بقى قولي لي؟ عانيت كان في اللغه، ما كانش بيتكلموا انجليزي قوي يعني. ما حدش فيهم بيتكلم انجليزي التركي. اشارات كان اشارات على كده على جوجل وكده. بس ما كانش بلد اول مره اروحها، مالي الصحاب فيها، فرقه جديده لسه داخله عليها، ثقافه جديده، فكل ده كانت حاجات يعني بعاني فيها في الاول، اماكن ما كنتش بعرف اروح فين واجي منين. بس يعني ده حال فريق جديد ماليش صحاب فيه، فريق الله يعني ما كنتش اعرف بقى اللي هم يستقبلوا لي ازاي. بس الحمد لله يعني اول شهر عدى، يعني هم الناس كانوا هناك معايا كويسين جدا، حتى رئيس النادي دايما كان معايا، واللعيبه ما كانش بيحسوني باي حاجه اللي انا غريبه او اي حاجه. اول ما جيت دخلوني في وسط الفريق بسرعه. احسن حاجه في الفريق اللي انا فيه يعني اللي هم زي عيله مع بعض، يعني دي افضل حاجه، مش مثلا واحده جديده جت لا دي جد يفضلوا لا دي ما مثلا ياخدوا جنبي مني، لا بالعكس كانوا يدخلوني وسط الفريق بسرعه يعني. والحمد لله يعني على قد ما قدرت يعني بقيت واحده من الفريق، اتاقلمت بسرعه يعني. انتوا بتعملوا جمل كمان في الماتشات اهي في جمل. مين اكثر مدرب اثر فيكي بقى؟ اكتر مدرب في حياتي كلها
أنا أكيد كلهم أثروا فيك لكن أكيد أكيد كلهم يعني واتعلمت منهم كلهم، بس كابتن محمد سعد ده كان مدربنا في المنتخب مصر الأول. كابتن محمد سعد يعني ما شاء الله عليه من أحسن المدربين اللي اتمرنت معهم في حياتي وتعلمت منه حاجات كتير يعني. كابتن محمد سعد طب قولي لي كم محترفة في الدوري التركي حالياً؟ حالياً فرصة تضيعيها بقى، دي فرصة تضيعيها. عارف الصراحة كنا كسبانين 4. طيب يعني كسبان 4 تتدلعي بقى. لا بس ما شاء الله عليك، ربنا يخليك. كان في السنة اللي فاتت كان في 3 محترفين، كان في كابتن إنجي عطية ومهدي مرداش وكان في كابتن سارة عبد الله، دول كانوا محترفين في نادي طرابزون التركي. بس حالياً رجعوا. لا 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 دي جامدة جدا يا جماعة. وحالياً رجعوا وكان في معايا كان في معايا بتلعب في فريق اسمه أتاشير سالي منصور، بس برضو رجعت. أنا كنت متولة شعرك مش كده؟ شعري كان كده كده. ولا هو كان كده؟ لا كان كده. تمام. سالي منصور بس. كان أصولك شعرك هناك. سالي منصور محترفة في أتاشير يعني. وأنا. يعني كم؟ هم اثنين. اثنين. سالي منصور عندها 28 سنة. أنت لسه ما شاء الله. لسه ما شاء الله ناوية تكملي هناك ولا واخدها محطة ولا؟ قولي لي برضو تفكيرك إزاي؟ لا أنا حاطة في دماغي يعني اللي دي أول محطة ليا. وان شاء الله يعني الفترة الجاية تبقى في حاجة أحسن وأفضل يعني بإذن الله. في حاجة فعلا؟ هو حاليا في باشكتاش كان عايزيني في يناير. باشكتاش ده أقوى فريق هناك أصلا. طبعا في البنات كمان، بس الفريق عندي ما وافقش. هم كانوا عايزيني في يناير. بس أنا حاطة في دماغي يعني اللي إن شاء الله أطلع بره تركيا يعني. دي أول محطة ليا، والمحطة الجاية حاجة بره يعني تركيا بإذن الله في أوروبا. عشان الموضوع جديد بالنسبة لي، أنا أقعد أتكلم مع بنوته بتلعب كوره واحتراف وكده، فانا حاسه انا بتكلم على عيب فعلا يا جماعه، محترف يعني مش بنوته. قولي لي بقى، اكيد قابلتي حاجات كتير في حياتك زي انا مثلا. بتلعبي كوره ليه؟ الكوره مش للبنات والكوره مش عارف للولاد. كنت بتتغلبي على الكلام ده ازاي؟ كل ده كنت باخده سبورت ليا كبير يعني، ما كنتش بيفرق معايا كلامهم ولا اي حاجه، طالما انا بعمل حاجه بحبها فهم مش فارقين معايا اي كلام. حد اكيد كلام كتير سمعته، ازاي بنتي بتلعب كوره، ازاي بنتي بتلعب كوره، انت كوره للولاد بس، ما اعرفش ايه. بس كل ده كنت باخده كلام يعني، كنت باخده حافز ليا وحاجات افضل ليا يعني. بس حتى لما احترفت كان في بعض الكلام، بنتي احترفت ما اعرفش ايه. مامتك بقى قابلت موضوع الاحتراف ده ازاي؟ واصحابها بقى وازاي؟ سيبي بقى ازاي منا بقى. ايوه بالظبط. مامتك استاذه هويده كنت عارف اسمها ازاي؟ مامتي كانت يعني من اكتر الناس ممكن اللي هي كانت مديها ان انا ابعد عنها، عشان انا اصغر واحده في البيت فهي متعلقه بيا. ولا انت كنت شقيه بقى وقالوا خلاص؟ لا 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 والله. انا عشان هي متعلقه بيا، عشان انا اصغر واحده في البيت ودايما يعني معاها. طبعا فكانت المساله صعبه عليها قوي يعني. بس يعني ما بينتش دوت يعني في الاول. عشان بيتك بوش. ايوه بالظبط. فدي يعني كانت حاجه يعني حلوه يعني. انت بتروحي وبترجعي كل قد ايه؟ انا المفروض الدوري دلوقتي الدور الاول متوقف. هبدا الدوري يوم 10/2 اول ماتش ليا. انا راجع يوم الاحد الجاي ان شاء الله يعني تركيا. يعني قعدت 10 ايام. 10 ايام اجازه. زمان برضو مامتك ما بيكفيهاش 10 ايام صح؟ وانت مسافره بتعمل ايه؟ بتفضل تعيط. استاذه وايده اهلا بيكي. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيبه. الو الو، الخطوط النهارده عشان الجو برد. عليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذه هويده. انت عامل ايه حضرتك يا ربنا يخليك. الحمد لله احنا كله تمام، ومنا منورانا، واكيد منوره لكم البيت في الاجازه الصغيره اللي هي بتقعدها معاكي. لسه كنت بسالها ازاي بتسيبيها تسافر، اكيد طبعا بتوحشك، و10 ايام مش كفايه، وان انت توافقي على تجربه احتراف لبنتك، يعني الموضوع كان بالنسبه لك صعب؟ ايوه حضرتك طبعا بالنسبه لنا حضرتك صعب طبعا، ان هي بنتي ان هي تسافر، فدي امنيه حياتها طبعا. لكن طبعا اكيد بتكلموا في التليفون كتير، بتتابعيها على طول؟ تليفون جديد. الزر البرد مأثر على التليفونات في حاجه؟ سمعاني كده حضرتك؟ لا الصوت بيقطع. طب نكلمك تاني. البرد مأثر على كل حاجه يا منى، البرد مش طبيعي اليومين دول. مش عارفه انا مش بسخن عليك ولا تكوني فاكراني خالص. ده لسه اكلم كمان باباك. انت قلت لي عندك اخوات ولاد؟ احنا اثنين. اكبر منك؟ انا اصغر واحده في البيت. انت اصغر؟ عندهم كام سنه؟ اخويا عنده 28 سنه اكبر واحد. واخويا واختي متجوزين. مين اللي كان معترض على فكره الاحتراف؟ لا مفيش بجد؟ لا والله. انت بتسخني، ده انت اللي بتسخني بنتي عليا. لا لا والله محدش فاهم. بس انا مش هروح البيت بعد اللي
قلت لي كنت بتتغلبي على الناس بيقول لك لا منا وبلاش احتراف، واكيد برضو قرايبك لا منا ما تحترفش وموضوع صعب وازاي بنت بقى تسافر لوحدها. بالظبط. فهم فكل دوت يعني كانش في دماغي، خلاص انا في دماغي حاجه هعملها يعني هعملها، فانا شايفه نفسي ده مستقبلي وحاجه هعمل حاجه ان شاء الله كويسه. بس وكمان بالعكس يعني في حاجه دلوقتي انا الحمد لله اول ما وصلت الاول الخطوه ديت ناس كتير كانت معترضه، الناس دي دلوقتي بقوا واقفين معايا يعني وكده، يعني دايما بقوا في صفي ودايما يعني بيقولوا كلام ليه يحفزني وكده يعني عكس الاول. طب احنا ماما معانا تاني، طب رحبي بيها بقى. ازيك يا ماما؟ سمعانا كويس كده يا استاذ وايده؟ ايوه سمعاك حضرتك. طيب تمام. كنت بسال حضرتك، انت وافقتي على تجربه احتراف منا واكيد الموضوع كان بالنسبه لك صعب، واكيد بقى كان في حد من القرايب بلاش منا تسافر، ولسه بسال منا في الكلام ده كله. لا ما حدش عارف والله، ده هم كلهم كانوا مشجعينها من كل عيله يعني ما حدش عارف. بتتعب علي بنت يعني. لا الصوت صعب جدا. انا عايش فتره صعبه كام شهر ليه والدته عني ده اكيد. الو الو، احنا بنسمعك بصعوبه، مش عارف بقى الارسال ولا الجو برد زي ما منا بتقول، لكن بتتابعي منا على طول في تركيا؟ سامعك تمام. بتتابعيها على طول في تركيا وبتطمني عليها اول باول؟ ايوه طبعا. تدعموها يعني بتدعميها ازاي؟ قولي لي برده، قولي لي بتدعمي منا ازاي لما ترجع لك تقول لك اصل انا مش عارف مين ما كانش عايز نلعب كوره وانا النهارده خسرنا وانا عايز اسافر وعايز ابقى عندي طموحات، دعمك ازاي ليها؟ حضرتك انا كنت بدعمها وكنت طبعا كنت بشجعها واقول لها خسرتي النهارده بكره تكسبي، ويعني ما فيش حاجه تقف قصادك وكده، كنت بشجع حضرتك يعني. اكتر مره جات لك زعلانه كانت تفتكريها؟ ايوه اخر مره اللي هي اما لعبت في تركيا طبعا وكده، فانا قعدت بقى بتكلم معاها عامله ايه في الفريق يا منى وتشجعي ومش عارف، قلت لها لا ما تزعليش النهارده نخسر بكره نكسب يعني، ويخلي طموحك تبقى قدامك ومفيش حاجه تقف قدامك، وحضرتك كده بتشجعها يعني زي اي ام كده بتشجع بنتها. ربنا يخليكي ليها يا استاذه هويده. يا رب يخليك، يا رب يخليك يا كابتن، وان شاء الله كده تكون حاجه مشرفه ليكوا ومشرفه لمصر كمان، يا رب ليها ولبلدها ان شاء الله. كبير انا بشكرك. عايز تقول لها حاجه؟ ده نقفل. يا رب عايز اقول لها شر العين يا رب وشر الاصابات، ربنا يخليها ليا، ربنا يوفقها يا رب هي واللي زيها اللهم. يا ربنا يخليك. منى هتقول لك ايه؟ منى بقى عايزه تكلمني. عايز اقول لها ربنا يخليك ليا ويرد لك كل جمالك، انت يعني وقفتي جنبي كتير جدا وحاجات كتير صعبه عديتيها معايا، وباذن الله يعني على قد ما اقدر احاول احقق حلمك وحلمي اللي انا نفسي فيه واللي انت نفسك تشوفيني فيه، وبحبك يعني ربنا يخليك ليا. اوكي باباكي. وبابا برضو. لا بابا ده حاجه تانية يعني، بابا ده فوق دماغي واللي عمله معايا يعني ما كلام ما يوصفوش يعني. ربنا يخليك. ربنا يخلي لي يعني. انا بشكرك استاذه وايده، وان شاء الله تشوفيها زي ما انت عايزه واكتر كمان. باباكي انا عمال اغششك باباكي كده. دايما الاب منسي كده. لا ربنا يخليهم ليك يا رب. شكرا لحضرتك. قولي لي لما رحتي تركيا الموضوع مختلف، الحاله الاحترافيه هناك مختلفه، الكوره مختلفه، اكيد مختلفه. اكيد. لكن ازاي مختلفه؟ هناك مختلفه يعني عشان في اهتمام اكبر هناك، الكره النسائيه هناك رقم واحد عندهم كمان. بيبقى في اهتمام اعلامي كبير جدا، في شعبيات شعب يعني ليها شعبيه كبيره، ليها جماهير يعني، حتى النادي بتاعي ليه جمهور وكله. فهناك يعني بتبقى مثلا الكره النسائيه عكس مصر يعني، ممكن في مصر مفيش يعني اللعب مختلف كمان. اللي على الفتره اللي انا لعبت فيها في مصر يعني الفترة القصيرة اللي لعبت فيها في تركيا ديت يعني في حاجات كتير، فروقات كتير جدا جدا بين هنا. هناك ماشيين على سيستم معين، هناك كل حاجة بروفيشنال يعني، كماتشات كلعيبة كبنيان جسم لعيبة ككل حاجة، هناك متأسسين صح من صغرهم كمان يعني. مع اني شفت اللعيبة اللي انت تقولي عليها من أحرف اللاعبات في تركيا، صغيرة بس بس عضلاتها ما شاء الله يعني. والجول اللي قلت لك عضل 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 والله هناك. بس حتى لو العضل كبير الرشاقة بتبقى قليلة. اكيد اكيد. انا اصلا يعني انا اعتبر انا اضعف جسم هناك في الدوري التركي، اصغر جسم واضعف جسم هناك ما شاء الله يعني. لازم ماما تاكد حاجه، ما لازم مش عارف. عندنا هنا بقى حاجه ثانيه يعني، هناك في اهتمام كبير بالكره النسائيه في تركيا يعني عكس مصر يعني،
عشان ده كده ده هناك يعني يعني بيخلي مثلا اللعيبه تطلع احسن من عند احسن ما عندها عشان بتلاقي كل حاجه تلاقي الدعم الكافي بيوفر للعيبه كل حاجه طول ما انت بتوفر للعيب كل حاجه اللعيب هيدي احسن حاجه عنده ما انت خلي بالك اختلاف الثقافات منا اكيد طبعا ايوه اكيد الثقافه في مصر ازاي انت شايفه اكيد بس احنا بس احنا ككوره يعني في بنات افضل يعني من بره ككرة أفضل يعني مصر عموما أنا دايما بقول والله حتى رجالة بنات كرة أفضل هم أحسن في حاجات كتير مش في فعلا بس هم هم متأسسين صح ده الفرق بقى هم الأساس بتاع الكرة عندهم أفضل يعني مين أكتر واحدة قريبة ليكي في الفريق؟ هناك؟ فاطمة قداش فاطمة اللي هي فاطمة وواحدة صاحبتي تانية اسمها ألتون يعني اسمها إيه؟ ألتون ألتون؟ عندها كم سنة؟ ألتون دي عندها 20 سنة انتوا أكبر واحدة عندكم كم سنة؟ أكبر واحدة عندها 28 حاجة زي كده حارس المرمى هي أكبر واحدة عندنا 29 سنة من السن الصغير في الفريق أنا أصغر واحدة أصغر واحدة 19 سنة دي أصغر واحدة في الفريق وفاطمة عندها 24 سنة كلميني برضو عن أصحابك في المنتخب وحياتك في المنتخب وبيكلموك إزاي نفسهم يحترفوا أنت بتنقل لهم التجربة إزاي طبعا عماله تلعبي في دماغهم لا بص هما دايما بتواصل بيهم كلهم دايما ودايما يعني على بعض على تواصل هما بجد يعني دايما كانوا بيفضلوا يتكلموا معايا شد حيلك طلع افضل ما عندك شرفينا وكده كانوا دايما بيقولوا الكلام ليا كويس جدا واكيد نفسهم يحترفوا ونفس اي حد يحترف طبعا بره مصر ياخد الخطوه ديت فدي حاجه كبيره جدا وهما يعني نفسهم المنتخب يرجع تاني ونتجمع تاني عشان نعمل حاجه كويسه عشان احنا فعلا كنا منتخب قوي جدا والفتره الاخيره اللي كان فيها المنتخب احنا وصلنا امم افريقيا وتصفيات كاس عالم طلعنا من اخر ماتش من تصفيات كاس عالم فدي كانت حاجه عمرها ما حصلت في انجازات الكره النسائيه عامه يعني فكان في جيل كويس جيل يقدر يعمل حاجه لمصر بس فجاه ما فيش منتخب فدي بتبقى حاجه صعبه بتاثر على نفسيه اللعيب كان انت بتلعب كان ايه الاسباب تعرفي انا ما اعرفش اسباب بالظبط بس هي ساعه ما دكتور صحه ثابت الكره الاتحاد الكره ما بقاش فيه منتخب ولا اي حاجه ما اعرفش بقى ليه هو دكتور اشرف انا كنت اساله بس مش عارف ال بس بيبقى حاجه صعبه لما انت تلعب دوري من غير منتخب طب انت تلعب دوري ليه من غير هدف بس انت بتلعب دوري عشان نفسك تروح المنتخب مثلا مش تلعب دوري ومفيش منتخب في الاخر يرجع تاني يعني اكيد ان شاء الله يرجع يعني وانا طبعا كلام دكتور اشرف ليا طبعا اللي ان شاء الله الفتره الجايه يبقى غير يعني وحتى دكتور دينا لما قعدت معاها وبرده كرمتني واتكلمت معايا قالت الفتره الجايه تبقى في حاجات كتير كويسه للكره النسائيه في مصر الحلقه اكلمك على الحاله الماديه في العموم طبعا احسن من هنا بكتير اكيد احسن من هنا احسن من هنا بكتير هناك بيفرق عشان هناك عقد وكده فبتبقى افضل من هنا يعني هنا استمارات بس هنا استمارات مفيش عقد لعيب فبتبقى افضل اكيد يعني واللي هو ممكن بقى نتغدى وخلاص بالظبط او نتعشى بعد الماتش بس اكتريت البنات اللي بتلعب كوره في مصر انا ما بيفرقش معاها الفلوس هي بتحب الكوره بتلعب للكوره يعني مش فارق معاها بس خدتها حاله احترافيه اكيد خدتها حاله احترافيه بس انا ما بفكرش في الفلوس عامه يعني خالص دلوقتي لا خالص ما احنا بس الحمد لله يعني هي دي بتكلم في العموم عشان الناس تعرف اكيد طبعا ان في عائد مادي بس طبعا مش زي لا مش زي الولاد طبعا شفتي بقى وكمان ممكن مثلا يبقى زي الولاد واكتر كمان ممكن مثلا في اسبانيا في المانيا في امريكا البلاد ديت يعني المتطوره زي الولاد واكتر اكتر كمان لا بجد ده اليكس مورجان يعني ما شاء الله ومارتا والناس دي لا غير يعني عقودهم كام ما اعرفش بس كتير كمان غير مثلا عربيه كل سنه وما اعرفش ايه لا العربيه كل سنه حاجات دي بتاع يعني هدايا بره ايوه هدايا بره انا بتكلم في القيمه الماديه لا كتير جدا كمان بس اكيد مش زي لا زي الولاد هناك بره في اوروبا في امريكا والبلاد ديت بيبقوا مهتمين بكره نسائيه جدا 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 كمان يعني بنسمع مثلا 40,000 دولار في الاسبوع و30,000 دولار ممكن في الاسبوع فعلا اه والله خليني افكر بقى والله ما بهزرش فعلا بس انا يعني قلتي كلام جميل جدا ان الماديات بالنسبه لي ما بتفرقش مش فارقه معايا يعني انا لو كانت بتفرق معايا يعني كنت فكرت في سكوريون في الاول كنت خدتها خطوه وكنتش كملت في المنتخب ولا ما بفكرش في الماديات وبفكر في المجد الشخصي الماديات بتجيله بتجري وراه اكيد طبعا غير اللي بيفكر في الفلوس طول ما انت بتفكر في الفلوس عمرك ما هتوصل في حاجه انت هتبص الفلوس فلوس مش هتوصل لحاجه معينه مش هتوصل لهدفك اللي انت عايزه انت فكر في الاول في هدفك وفكر في اللي انت عايز توصل ليه وكل حاجه هتجيلك زي ما هي بس تعالى نوضحها لان النقطه دي بيحبوها قوي احنا بنحب نتكلم في القصه دي اللي بيفكر في الفلوس هو ليه هدف بس هدفه مش زي اللي ما فكرش فيه اكيد طبعا يعني هو بالنسبه له وصل لهدفه ان هو خد مبلغ كبير خد مبلغ كبير يعني بايه لكن اللي بيفكر في المجد الشخصي وفكر ان هو يبقى ليه
ويجي بيرد جميل، يعني بيبقى ليه عشقه من الجماهير، وازاي الجماهير دي ما يقدرش يسيبها، اكيد بيبقى المكافاه بتاعته اكبر بكتير من اكيد طبعا. يعني بيكسب اهم حاجه محبه الناس دي، محبه الناس دي يعني تغني عن ملايين الدنيا يعني. بس طول ما انت تفكر في هدفك وتفكر في حلمك من غير ما تفكر في الماديات هتوصل. بتشجعي ايه في الكوره؟ ما تبقى عادي، مش يعني مش لازم اهلي، خلي بالك. مش لازم اهلي خالص. لا لا عادي عادي. انا بشجع بايرن ميونخ وبحب برشلونه برضه. وفي مصر؟ في مصر الاهلي اكيد. اكيد. طب ودجله؟ ودجله برضه بحب دجله وكل حاجه. انا بحب دجله، خلي بالك. بحب دجله. بحب دجله كمؤسسه ليها فكره احترافي. ماجد سامي حاجه جميله جدا، استاذ ماجد سامي بيعمل حاجات جديده دايما اكيد، وبيطلع لعيبه كبيره جدا ومن قطاع الناشئين مهتمين بيهم جدا يعني. فمنظومه كويسه جدا. ومين اللي كان بيمرنك في دجله؟ كابتن محمد كمال. محمد كمال. انت في دجله من كام سنه قلتي لي؟ بقالي 4 سنين. من عند 14 سنه. 14 سنه، يعني انت بدات كوره فعليا من وانت عندك 14 سنه. انا عندي 10 سنين. 10 سنين في الداخليه. ده انا في الداخليه. الداخليه، نادي الداخليه. خبر ابيض. انا اول مره اعرف الداخليه فيها كره نساء. دلوقتي حاليا لا، انتقلت لدجله لما نادي الداخليه جمد النشاط. انتقلت بقى لدجله. يعني الداخليه كان عاملين نشاط كره نسائيه وبعد كده الداخليه كان بينافس كمان على الدوري دايما. لو النشاط مين اكثر فرق اللي بياخدوا الدوري في الكره النسائيه في مصر؟ دجله خدوا 10 مرات على التوالي. انا خدت الدوري مع دجله 4 سنين ورا بعض يعني. يعني ايه المميزات اللي بيعملها دجله غير الحاله الاحترافيه؟ مفيش. ممكن سفاركم مثلا بره في معسكرات دايما اي بطوله بره بنشارك فيها بره مصر عامه، كماديات بتكون افضل. يعني دجله ممكن يعني الفرقه الوحيده اللي في مصر اللي هي واخده حقها يعني، واخده حقها جدا كمان. تعالي نتكلم بقى في كبنوته بقى، نتكلم كبنوته بقى. يعني انت عارفه الراجل المصري يقول لك لا انا ما ارتبطش بواحده بقى بتسافر، وانت عارفه بقى احنا رجاله فرقيين بقى. لو حصل الكلام ده بقى بالنسبه لك هتختاري برضو التجربه الاحترافيه ولا ساعات بقى لسه بدري؟ بس انا بكلمك عشان تفتكري كلام بعد كده، ولا ساعات احنا خلاص بقى نرجع نحن لبلدنا تاني؟ واكيد طبعا اي حد بيسافر بره على البلد لازم بيحن لها، بيبقى في حاجه فيها كده وحشات. لا انا بتكلم بقى خلاص ان انت عايزه تعملي اسره. بالظبط. انت بقى كمان كبرنا وعايزين نعمل اسره. هل الكره تتعرض معاكي ومع تفكيرك، ولا هتقولي لا الكره ليها وقتها والحياه الاسريه ليها وقتها، ولا هتختاري حد ان هو بيعمل لك سبورت؟ بالظبط. انا اكيد طبعا يعني اي حد يعني انا هرتبط بيه او اي حاجه لازم يبقى متقبل الفكره ان انا بلعب كوره ويقف جنبي دايما ويشجعني. يعني في بنات كتير متجوزه وبتلعب كوره ومعاها اولادها. فاكيد يعني لو شخص غير كده مش متقبل الفكره دي اكيد لا مش هقبل يعني. ماشي يعني نشوف بعد كده هعمل ايه، بس الظروف بتتغير. خلي بالك صدقني والله. ممكن ترتبطي بحد وخلاص يعني بتختاريه، هو بتفضلي حاجات كتير جدا، وممكن الكوره خلاص تبقى لا انا عندي في عقلك فالدنيا. انا عامه يعني الكوره عندي رقم واحد في حياتي كلها. هي رقم واحد عندي يعني. باباكي بيكلمك كل قد ايه؟ مامتك بيكلمك كل قد ايه؟ دايما كل يوم. كل يوم. مامتك خلاص، مامتك بتقول لك يا منى خسرنا النهارده نكسب بكره. بالظبط. باباكي بقى في مره، افتكر مره كنت اول ما روحت هناك، ممكن عشان في دجله متعوده دايما على المكسب، ما كناش بنخسر في دجله. فروحت هناك الوضع مختلف، هناك تكسب ماتش تخسر ماتش كده دايما. ففي ماتشين ورا بعض خسرناهم. فانا ايه غصب عني لو بكلم ماما عيطت كده يعني، فانت بقى تتكلم معايا وما تزعليش، النهارده خسرتي بكره تكسبي، ركزي في اللي جاي كده يعني. فكلامها ليه يعني حفزني اكتر وكده يعني. طموحاتك رايحه لفين بقى؟ ان شاء الله باذن الله يعني احط في دماغي اللي انا اعمل حاجه كويسه مع النادي السنه دي، وباذن الله السنه الجايه اروح حته افضل. حلم حياتي اللي انا اعمل حاجه مع المنتخب ونوصل كاس عالم ان شاء الله تتجمع، ويبقى منتخبنا يبقى رقم واحد في افريقيا باذن الله يعني. عشان احنا مش بعيد عننا، احنا عندنا لعيبه كتير كويسه وعندنا منتخب باذن الله قوي، وامل ان انا ابقى من احسن لعيبه في افريقيا. ده ان شاء الله تكوني، انا شايفك كده باذن الله، وابقى يعني واسمي يتحط ضمن اللعيبه اللي تبقى احسن لعيبه في العالم. ايه المعوقات اللي هنا في الكره النسائيه اللي انت عايزاها تتصلح غير المنتخب خلاص؟ عايزه اهتمام اكبر من الانديه الصغيره وبالناشئين، بقطاع الناشئين بالذات، عشان نطلع لعيبه كتير كويسه، مش نلاقي مثلا لعيبه او اتنين بس. يبقى في اهتمام كبير جدا بالناشئين، اهم حاجه هم الناشئين دول. فنهتم بيهم ونهتم بالانديه الصغيره، ما نهتمش مثلا بنادي او اتنين، لا نهتم بالانديه كلها. عشان نعرف مثلا لما يبقى في اي حاجه نعرف نجمع من الانديه كلها لعيبه، ما نجمعش مثلا من دجله والطيران دايما. واتمنى يعني اللي يبقى فيه اهتمام اعلامي بالكره النسائيه،
و احنا اهو اكيد انا فاهمه بس يبقى في اهو ضد بس اهو جبناكي و انت بعد الحلقه مش هتبقى ضد مش هفكر كده بس فبس واهتم واتمنى يعني الاتحاد الكره يهتم اكتر بالانديه وبالدوري يبقى ونطور من نفسنا اكتر من كده في الدوري وبتمنى التوفيق يعني لمنظومه الكره النسائيه عامه في مصر. تلبيس رقم كام هناك؟ 74. الله انت اهلاويه اهلاويه بقى انت اللي اخترتيه؟ جميل جميل قوي والله يا جماعه والله يا جماعه الاهلي في دم اي حد منا فاجئتني بصراحه والله ما كنت اعرف التلبيس الرقم ده بقول لك كده يعني اخترت 74 اخترت 74 اخترتي سؤال بجد بقى اخترتي ان انا فعلا اهلاويه وعشان الشهداء وعشان الكلام ده كله ولا اخترتيه لمجرد الشو؟ لا لا والله انا ما اخترتوش مجرد الشو ولا حاجه انا كنت اخد كان في انا بحب اصلا رقم 11 انا كان ممكن اخد الرقم دوت بس فعلا انا حطيت في دماغي اول احتراف لي اخد الرقم دوت وفعلا خدته يعني مش عشان الشو ولا اي حاجه والله لا انا عايز اطلع منك الكلام ده لا لا والله مش عشان الشو ولا اي حاجه حتى عندي على الانستجرام شوف اصل يعني كل الستوري عندي انا الحمد لله اهلاويه وعيلتي كلها اهلاويين اصلا جميله جميله قولي لي مين اللعيب اللي نفسك تلعبي معاه او كان نفسك تلعبي معاه في مصر في الولاد كابتن ابو تريكه ابو تريكه انا عارف ووليد سليمان وليد سليمان هم عشان بيشبهوني بلعبه كمان يعني بجد. وانا بحبه مسميني الحاوي اصلا في مصر مسميك ايه الحاوي الحاوي بجد والله يعني ابو تريكه وليد سليمان طب عالميا تشجع برشلونه ولا الريال انا بشجع برشلونه يعني برشلونه بحب ميسي احنا كده اصحاب بحب ميسي كده اصحاب وحبايب بحب ميسي جدا يعني وبحب كريستيانو بس ميسي عندي كريستيانو لازم يتحب طبعا بس ميسي بعد الناس كلها ميسي مش كده صعب ان احنا نقارن يعني. اي حد بيه ما ينفعش فعلا والله يا منى يعني بصراحه انا استمتعت بالحوار معاكي وان شاء الله تكوني حاجه كبيره جدا ان شاء الله شكرا محترم والسنه الجايه انت سنه واحده كويس انت سنه واحده انا كنت في الاول قلت سنتين يعني تاخدي على الاجواء لا سنه واحده عشان كمان تسيبي مصر لسه اول تجربه فعشان تتاقلمي خارجيا في نادي احترافي يعني محتاجه سنه وشويه لكن ماشي طالما انت جالك عقود احتراف مش اكتشف فريق الحمد لله يعني حلو قوي اكيد وان شاء الله اجي لك كمان في اسبانيا بقى ان شاء الله بعد كده نكلمك كمان لما تيجي لا سنه ورا ارتباطات لا مفيش الكلام هاجي طبعا الكلام ده كله اكيد اي حاجه اكيد اي وقت طبعا والله شرف ليا طبعا ربنا يحقق لك كل اللي انت عايزاه يا لا ربنا يخلي حضرتك واتشرفت بيكي والله شرف ليا وبشكر حضرتك على اللقاء الجميل دوت ومبسوطه جدا ان انا موجوده النهارده وبتمنى ليكم التوفيق كلكم وباذن الله يعني انا كنت حضرتك اتبسطت بالحلقه بتاعت النهارده انا اتشرفت بيكي والله وده شرف ليا يعني اللي انا بقيت موجوده النهارده يعني وفخر ليا بجد هنتابعك على طول ان شاء الله نجيبك على التليفون وانت في تركيا نتابعك على طول ان شاء الله طبعا بس دايما تفرحينا بقى ان شاء الله يعني معلش يا كابتن اصل انا خسرانه لا, لا لا ان شاء الله جبتي كام جول؟ انا جبت جولين من 4 مباريات طب حلو جميل جميل مين هداف الدوري هناك؟ متابعين؟ هناك هناك مريم واحده اسمها مريم جايبه 8 اهداف يعني جايبه 8 اهداف من كم ماتش؟ من 10 ماتشات من 10 ماتشات ان شاء الله تبقي ليكي دور ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نورتيني وشرفتيني شكرا بجد شرفتيني كده في احسن انديه في العالم باذن الله يا رب باذن الله شكرا لحضرتك ربنا يخليك خلاص فقرتي معاكم انتهت هيكون معاكم بعد الفاصل النجم خالد العوضي ومعايا كل اخبار النادي الاهلي على مدار الاسبوع استنوه ودايما بتنوروني وتشرفوني ومع الف سلامه مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي يوم جديد وحصاد يوم الخميس لكل مباريات النادي الأهلي هنبدأ بس بخبر مهم جدا بالنسبة لنا وهو تأهل المنتخب المصري لكرة اليد للدور الثاني لكأس العالم الخبر الأهم عندنا هو عصام الطيار حارس المرمى النادي الأهلي عمل مباراة ورا أروع ولا أحسن من كده هو ابننا فلازم نديله حقه في قناة النادي الأهلي عمل مباراة وتألق وبفضل تألق عصام الطيار منتخب مصر بيتعادل مع المجر الراجل عمل كل حاجه ابدع كل خبراء اللعبه وكل الناس اجمعوا ان هو يعني ليه مستقبل باهر كانت اول ليه يعني دي اول بطوله لبطوله العالم هو موجود فيها تالق جدا وبشكل واضح كل مصر يعني حط عليه امال كتيره في المرحله اللي جايه اللقطه الاحلى من كده علي زين لما اداله هديه احسن لاعب علي زين برضو ابن النادي الاهلي هي دي
روح النادي الاهلي، هي دي ولاد النادي الاهلي مع منتخب مصر لكره اليد. بنشكر عصام الطيار، عندنا جون كبير في النادي الاهلي ان شاء الله في المرحله اللي جايه بيدعم فريق كره اليد بوجوده ان شاء الله باذن الله في البطولات القادمه. عصام الطيار شكرا ليك، شكرا علي زين، ودي دي روح وفانيله النادي الاهلي وروح لعيبه النادي الاهلي. هنروح لاخبارنا النهارده ونتائجنا في الاسبوع والحصاد الاسبوعي يوم الخميس. خلينا نروح لاول حاجه ونتائج كرة السلة رجال بالنادي الاهلي، عملوا ايه الاسبوع ده وكل الفرق الجماعية وكل الالعاب الفردية اللي عندنا، هنشوف معانا عملوا ايه. هنبدأ بكرة السلة رجال. كرة السلة في دوري السوبر الاهلي بيفوز على مصر التأمين 91-65، وفي دوري السوبر ايضا الاهلي بيفوز الحمد لله على سموحة بعد مباراة قوية جدا وماراثون كبير 103-97. كرة الطايرة رجال، في الدوري الممتاز الاهلي بيفوز على طنطا 3-0، النتائج 25-13 25-17 و25-12 الى النادي الاهلي. كره الطايره سيدات، كره الطايره سيدات الاهلي بيفوز على كره الطايره رجال الاهلي بيفوز على القناه 3-0، الاهلي 25-13 و25-16 و25-22. كره الطايره سيدات الاهلي بيفوز على نادي النصر 25-10 و25-6 و25-7 في بطولة كأس مصر. كرة المية الأهلي بيفوز على الزمالك 6-1، النتيجة دي كل جماهير النادي الأهلي بتحبها. في كأس مصر الأهلي بيفوز 6-1 على نادي الزمالك. قرعة البطولة العربية لأندية الكرة الطايرة سيدات المجموعة الأولى، الأهلي، سبورتنج، المحرر البحريني، والفتاة الكويتي. المجموعة الثانية، الزمالك، الصفاقسي التونسي، الصيد المصري، الدفاع الحسني المغربي. مباريات طائرة الأهلي سيدات في البطولة العربية موعدها، الحد 27 يناير الأهلي بيلعب فتاة العيون الكويتي. الاثنين 28 يناير الأهلي والمحرر البحريني، والثلاثاء 29 ثلاث أيام ورا بعض الأهلي بيلعب نادي سبورتنج المصري. قرعة بطولة افريقيا لكرة السلة رجال المجموعة الأولى، رويال وسلاك وجمعية سلا وشبيبة القيروان. المجموعة الثانية، الدفاع المدني وسبورتيف وتيريورو والنجم الرادسي. المجموعة الثالثة، الأهلي وفريو فارو وأول أغسطس وريج. المجموعة الرابعة، بيترو أتلتيكو أوكلاند وسموحة وكوسبان في المجموعة الرابعة. منافسات الأسبوع اللي جاي إن شاء الله بإذن الله، كرة طايرة الجمعة 18 يناير الأهلي والشمس في صالة الشمس الساعة 6. كرة المية كأس مصر عمومي الجمعة 18 يناير الأهلي هليوبلس الساعة 9 بنادي هليوبلس. دوري كرة السلة رجال السبت 19 يناير الأهلي والجيش الساعة 6 في صالة الأمير عبد الله الفيصل. كرة المية كأس مصر الحد 20 يناير الأهلي وهليوبلس الساعة 9 بنادي أهلي الجزيرة. ودوري كرة الطايرة رجال الاثنين 21 يناير الأهلي وطنطا الساعة 4 بإذن الله في صالة طنطا. هنكمل بدوري كرة السلة الثلاثة 22 يناير الأهلي والزمالك الساعة 6 بصالة الأمير عبد الله الفيصل. كرة المية ويوم مباراة الأهلي والزمالك إن شاء الله هنبدأ الساعة 5 على قناة الأهلي، المباراة مذاعة على قناة الأهلي وهنبدأ بيها الهواء الساعة 5 بإذن الله في استوديو تحليلي للمباراة. كرة المية كأس مصر عمومي 3-22 يناير الأهلي هليوبلس الساعة 10 بالليل في نادي الصيد. كرة المية جمهورية بنين 2002 3-22 يناير الأهلي والجزيرة الساعة 7 بنادي هليوبلس. كرة المية جمهورية بنين 2002 الخميس 24 يناير الأهلي والجزيرة 9:30 في نادي أهلي الجزيرة. وبكده نكون عرفنا كل مواعيد منافسات الجديدة لفريق الأهلي. خلينا نطلع لفاصل وتقرير ونروح لبطلاتنا الكبار مروة ومريم هشام بطلات التنس طاولة في النادي الأهلي. نجح قطاع تنس الطاولة بالنادي الأهلي مؤخرا من التجديد لثنائي الفريق الأول للسيدات التوأم مريم ومروة هشام الهضيبي،
الثنائي من مواليد 5 إبريل عام 2000. يتنبأ لهما العديد من متابعي اللعبة أن يكونا من نجمات اللعبة رفقة المارد الأحمر على كافة الأصعدة، سواء المحلية أو العربية أو الإفريقية أو العالمية. مروى نجحت في تسطير اسمها بأحرف من نور خلال عام 2018، حيث دخلت قائمة أفضل 10 ناشئات على مستوى العالم، كما أنها نجحت في الصعود لأولمبياد الشباب الأخيرة التي أقيمت بالأرجنتين، إضافة إلى حصولها على العديد من البطولات المحلية، الدوري والكأس مع توأمتها مريم. وحصلت التوأم على المركز الأول بالبطولة العربية بعمان، وتوجت مروى بذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالجزائر. كما استطاعت مريم التتويج مع الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية التي أقيمت بتونس نوفمبر الماضي، وتم تكريم الفريق من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. التوأم استطاعت خلال وقت قصير من حفر اسميهما بأحرف من نور. نأمل أن يستمر الثنائي في تكرار هذه الإنجازات مع القلعة الحمراء خلال الأيام والسنوات المقبلة. وزي ما احنا شفنا في التقرير، نجمات كبار عندنا النهارده في تنس طاوله. معانا كابتن مريم هشام وكابتن مروه هشام، خلينا نرحب بيهم لانهم ضيوف عزاز علينا جدا جدا. كابتن مريم مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. كله كويس؟ اه الحمد لله. انت كبيره ولا ايه؟ انا انت اللي نزلت الاول؟ هم توأم، خلي بالكم طبعا، عشان كده لازم نعرف مين تنزل الاول ومين ومين ومين. مروه اخبارك ايه؟ تمام منورانا. ده نور حضرتك. هنبدا معاكي، مين اللي وداكوا تنس طاوله، انت ولا هي؟ ولا رحتوا ازاي؟ هي الحقيقة ان هو اخونا الكبير محمود، هو كان بيلعب الاول في نادي الشمس، فاحنا كنا على طول بنروح معاه التمرين، وبعدين عجبتنا قوي فكرة البينج بونج، فهناك المدربين قالوا لنا يعني جربوا، فجربنا وطلعنا ان احنا كويسين من احنا صغيرين، فهو ده هو ده بدأت المشوار. يعني هي بدأت المشوار نادي الشمس ولا نادي الاهلي؟ الشمس اول حاجة. اول حاجة الشمس. وجيت الاهلي ليه؟ هو احنا جينا النادي الاهلي طبعا عشان هو في تنس طاوله في مصر هو احسن حاجه. لعبت قد ايه في نادي الشمس؟ لعبنا حوالي اربع سنين مثلا. اربع سنين. بعد كده رحنا الانتاج الحربي سنه، لعبنا فيه سنه، وبعد كده النادي الاهلي. جيت النادي الاهلي. لما جيت النادي الاهلي كنت جاي النادي عشان انت حابه تلعبي جوه النادي الاهلي، مؤسسه كبيره، حاجه كبيره جنب النادي الاهلي، ولا ايه بالظبط؟ ايه الدافع اللي جالك؟ هو طبعا عشان زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي كان اعلى حاجه في البينج بونج، فاحنا كنا عايزين احنا موجودين فيه، لان دايما بطولات الدوري وكاس مصر وكده بيكسبها النادي الاهلي، فاحنا كنا نفسنا ان احنا نبقى معاهم. اهلاويه اصيله؟ مين اللي قال فيكم يجدد العقد، انت ولا هي؟ مين؟ لا يعني احنا الاثنين اكيد طبعا، ده شرف لينا ان احنا نلعب في النادي الاهلي، وتجديد العقد ده بالنسبه لنا طبعا حاجه نفتخر بيها، وهو الاهلي ده بيتنا من واحنا صغيرين، ويا رب دايما نفضل مكملين فيه مشوار كويس. يعني وانتوا بتجددوا مع بعض، فبتتكلموا مع بعض في حاجه، ولا هي انت بتاخدي رقم وهي تاخد رقم، ولا بتعملوا ايه؟ مع بعضينا مع بعضينا، هي كل حاجه بنمشيها مع بعض زي بعض. يعني هي تطلب رقم تطلبيه، يعني زي بعض، مظبوط. طيب قولي لي، دور الاسره اكيد دور مهم. اكيد. وانا شايف بره الهواء ايه الموجود، صح؟ ماما الموجوده، صح؟ ربنا يخليها لك. قولي لي، يعني في كل حته معاكم بتتعب، انا متاكد في الوقت زمان ما كانش كده، لكن دلوقتي بقى الموضوع مختلف. هي ماما دايما معانا في كل حاجه، بتودينا سواء احنا بنروح الجامعه، نخلص من الجامعه تاخدنا على التمرين، نخلص التمرين ترجع تبقى معانا دايما في الاكل ومذاكره، علشان هي دايما ورانا في كل حاجه، وفي البطولات المحليه دايما بتسافر معانا، البطولات الدوليه ما بتسافرش بس دايما معانا بتتابع واحده واحده. هي على طول؟ هي ورانا. لا انا اتكلم على ماما بقى، داخل بابا خلاص. عايز تقولي بابا ايه؟ قولي لي. لا هو يعني بابا، هي الفكره ان الشغل بتاعه دايما واخده مننا، فمبيبقاش عنده الفرصه ان هو فمبيبقاش عنده الفرصه ان هو يتابعنا، يجي لنا البطولات للاسف، بس هو على طول ماتش بماتش يكلمنا، وماتش بماتش يشجعنا، وعلى طول
بعد ما خلص البطوله يقول لنا خلاص احنا خلصنا البطوله على خير الحمد لله نخش في الدراسه ويشجعنا برده في الدراسه. فهو طبعا ليه دور كبير قوي في اكيد هم الاثنين ليهم دور. اكيد مظبوط. لكن مريم اقول لك الصراحه يعني خلينا نتكلم بس الصراحه لما الواحد بيكبر شويه وهو صغير كويس يساعد باباه ومامته فالحمل زياده على مامته زياده عندك اخوات صغيرين مظبوط؟ لا احنا اصغر ناس. انتوا اصغر ناس كويس جدا. فقولي لي الحمل يزيد ازاي نخفف الحمل على ماما شويه؟ ان احنا يعني نبقى متابعين نفسنا اول باول يعني احنا ننظم نفسنا الوقت في الدراسه وننظم نفسنا الوقت في التمرين وان احنا طبعا نخلي بالنا عشان الاصابات لان طبعا لو جات لنا اصابه هنبقى بنقعد بنوقف كل حاجه فاحنا دايما لازم اول باول بعد التمرين نبقى مهتمين مهتمين جدا. عايز اعرف حاجه برضو مهمه توأم وروحك واحده مظبوط؟ مظبوط. جوه الماتش الفردي بتعملوا ايه قدام بعض وبتلعبوا ازاي؟ بصراحه لا هو بصراحه السؤال ده كنت بساله كل واحد لوحده وبطلعه لكم على الهواء قدام الناس اتفضلي. هو بصراحه ده بيبقى اكتر ماتش ما بيبقاش فيه هزار تماما تماما من اي نوع حتى لما الناس تقعد تقول لنا مين سايب لمين لا خالص احنا عمرنا ما بنسيب لبعض. ده بيبقى دايما ماتش يعني كل واحد بيبقى عايز يكسب اكيد بس في نفس الوقت هو توتر وفرحه في نفس الوقت لان يعني انا عايزاها تكسب وفي نفس الوقت انا عايز اكسب فبيبقى الموضوع يعني توتر بس هو حلو قوي يعني احساس حلو اكيد. الموضوع توتر وانتوا نايمين في بيت واحد جنب بعض وبتتكلموا ونازله تلعبي ماتش تقولي لها ايه؟ هو احنا ربنا يوفقك وانت عايز تكسبي يعني لا بقول لها اللي بدراعه يقدر يكسب بس احنا مثلا من قبل يعني من اليوم اللي احنا مثلا هنوصل ان شاء الله فاينل مع بعض بنفضل مع بعض وبعدين لحد ما نسخن مع بعض عادي ولحد ما ننزل الماتش اول ما ننزل الماتش اقول لها اللي يقدر يكسب فينا يكسب يعني اللي بدراعه يكسب سنتي. هي جايبه شكلها كده صح؟ لا بالعكس انا في الماتشات بقضي عليها هي اللي بتشتري يعني هو لعبنا كتير قوي ضد بعض ودايما الحمد لله بيبقى فاينلز يعني بس الاغلبيه انا اللي بكسب معلش طب انا شفته على الهوا انت قدامي على الهوا بس برضه ايه في تنافس بس عايز اقول حاجه لما بتخسري بتيجي تقول لك ايه؟ بتقول لي متضايقه مني؟ لا طبعا مبسوطه لك لا فعلا يعني ما لا طب وانت نفس الكلام نفس الشعور لما بكسب يعني انا كنت بخسر بزعل يعني بزعل وبقى لوحدي وحاجات كده ازاي لا. ازاي الشعور ده بيجي لكم يعني ازاي انت تكسبي اختك في التنس طاوله في لعبه وحاجه مهمه وانت بتقولي كنت اتمنى هي تكسب كل ماتشات وتبقى حاجه عاديه ازاي تفرحي يعني ولا تزعلي دي لا هو اكيد انا ببقى فرحانه لان هو كده كده الكاس في بيته يعني الحمد لله احنا دايما مع بعض في المعظم في الفاينل بيبقى دايما الكاس في بيته فبيبقاش الزعل بيبقى كبير يعني ان احنا كده كده الحمد لله احنا الاثنين كسبانين بس طبعا يعني دايما بقعد اقول لها شدي انت حيلك المره اللي جايه شوفي انت بتقعي في ايه وصلحيه يعني دايما تصلحي الاخطاء اللي انت بتقعي فيها وشوفي انا مثلا ايه نقطه الضعف اللي عندي والعبي عليها يعني اكيد بتمرروا مع بعض في النادي برضو اكيد اكيد قولي لي لو موقف اتحطيتي فيه ان انت لازم تخسري لاختك هتخسري ولا لا؟ لا فعلا؟ يعني لو هي كانت هتكسب بطوله وانت تخسري ايا كان حوار هي حصلت معانا مره وكان المفروض ان مروه لو هي كسبت عادي هتفضل اول زي ما هي وانا لو كسبت هي تفضل برضو اول بس انا هدخل وهي اتضايقت لان كان في ناس ممكن تقول لنا عادي ان تفوتوا لبعض يعني بس هي اتضايقت وراحت قالت لا اللي بدراعه يقدر ينزل يكسب ونزلت وهي اللي كسبت. طب مروان الشرباجي ومحمد الشرباجي عملوا نفس الحكايه في السكواش. بس فعلا خسر عشان يدي لاخوه تصنيف في عالم ايه؟ بس يمكن عشان احنا قريبين قوي من بعض في التصنيف وقريبين من بعض يعني ورا بعض في كل حاجه. سؤال محرج شويه صح؟ لا ما هو احنا الاثنين يعني بنتعب في التمرين نفس التعب يعني على طول بنفس عدد الساعات واحنا الاثنين بنموت نفسنا عشان نوصل فهو خلاص لو هي نصيبها ان هي ما توصلش خلي بالك والله ما مظبوطش السؤال خالص لا بس لا يعني خالص هو فعلا لازم الناس تعرف التوأم يلعبوا لعبه فرديه يعني التوأم في الكوره عارفين في ناس كتير توأم بيلعبوا مع بعض ايا كان في الالعاب الاخرى لكن في الفردي بالذات الموضوع بيختلف اكيد يعني اكيد بس هو يعني زي ما قلت لحضرتك هو احنا الاثنين تعبنا فهو اللي هيكسب بدراعه وهي لو ربنا مش موفق لها ان هي تكسب في البطوله دي اكيد هيوفقها في بطوله ثانيه لان احنا الاثنين ماشيين المشوار مع بعض مظبوط فمش لازم اسيب لها البطوله يعني مش لازم احسسها ان هي برده قليله لا انا لازم اسيبها هي لما تقع تقوم بنفسها وتكمل معايا برافو عليك انت بتعرفي تتكلمي قولي لي في مدربين كتيره بيمروا في حياتك
بس في مدربين بيأثروا عليك بيفرقوا. طبعا مدربين المنتخب طبعا كابتن أشرف حلمي، ومدربينا في النادي كابتن طارق فوزي وكابتن أحمد عياد وكابتن بسنت عثمان، دايما ورانا في كل حاجة، ووقت ما بنبقى عايزين نتمرن بيبقوا موجودين، لو سواء احنا عايزين نتمرن فترة زيادة او ان احنا ايام اكتر هما دايما بيبقوا معانا في التمرين. قولي لي الفرق بين البطولات المحلية والأفريقية او العربية، لان البطولات العربية هي الاقوى عندك في التنس طاولة. في تنافس جوه في مصر لكن في تنافس على المستوى العربي، ليه المستوى العربي يكون في تنافس اكتر من المستوى العادي؟ لان في معظم بطولات العرب هما دايما لو بتبقى فرق بيجيبوا محترفة من بره، هي دي ما تبقاش حاجه متوقعه قوي يعني، هي المفروض ان العرب ده بيبقى كلنا لعيبه عارفين بعض وعلى طول بنلعب مع بعض في افريقيا، بس دايما من العرب بيجيبوا محترفين من بره فبيبقى الموضوع اصعب، بس احنا برضو بنستعد لها يعني نفس الاستعداد بالظبط، وساعات بنزود على نفسنا اكتر، لان هو طبعا احنا دايما بنحب النادي الاهلي هو اللي ياخدها كالعاده يعني الحمد لله. رايك المحترفات الصينيين اللي هم بيجيبوها الصينيات يعني سوري الصينيات دي حاجه كويسه افاده جديده للبطولات العربيه، ولا اللعب البلاد العربية تبقى من غير محترفين ويبقى ولاد البلاد هم اللي بيلعبوا؟ أنا بشوف إن لا، ولاد البلاد هم اللي يلعبوا، لأن في النهاية هي اسمها بطولة عرب، فما ينفعش إن احنا نجيب مثلا صينية أو أيا كان جنسيتها إيه إن هي تيجي تلعب، لأن أنا اللي بكسب لبلدي مش هي اللي بتكسب لي، يعني هو اللي هاخده في الآخر الاسم بلدي هو اسم النادي بتاعي، فأنا أكسبه أنا بإيدي أحسن ما حد محترف يجي يكسبه. مين اللي سافر مع النادي الأهلي البطولة الأخيرة؟ بطولة عربية أنتِ صح؟ يبقى هي لعبة الأولمبياد. شفته؟ حافظ كويس؟ قولي لي الفرق بين الأولمبياد والبطولات الأخرى اللي أنت لعبت فيها، أكيد في فرق كبير. أكيد هي طبعًا هناك التنظيم والأدوات المتوفرة والترابيزات والجو بتبقى يعني، هو كل واحد بيبقى رايح حاسس إن هو كسبان، لأن هو وانس إن أنا رحت الأولمبيكس ده طبعًا حاجة كبيرة يعني. أكيد. فهي بتبقى إكسبيرينس مختلفة تمامًا. بس وكل واحد دايما بيحب يطلع اللي جواه يعني، هو ما بيلعبش عشان ما بيبقاش خايف من الخساره، بيبقى بيلعب وهو بيطلع كل مجهوده عشان يزود اللي عنده. وهي طبعا بالنسبه لي يعني كانت احسن اكسبيرينس خدتها في حياتي، ويا رب كان ان شاء الله انا ومريم نقدر نلعب كواليفيكيشنز بتاعت طوكيو يا رب ونطلع مع بعضينا. سؤال، هي ما راحتش ليه؟ كواليفيكيشن؟ عشان انا رقم واحد في افريقيا هي رقم اثنين، فهم بياخدوا رقم واحد بس للاسف. ان شاء الله تكسبك المره الجايه. قولي لي البنات نقدر نعمل ايه في مصر بجد؟ انت كلعيبه وسافرتي اولمبيك جيمز، نعمل ايه عشان اولمبيك جيمز الجايه نكون في المقدمه؟ انا عارف ان الامور صعبه جدا، بس تتمني ايه للرياضه تنس طاوله وانت بنت من بناتها يعني؟ يعني انا اتمنى ان احنا يبقى عندنا، لو احنا مش قادرين نطلع بره مصر عشان نعرف الجو بره عامل ازاي، يبقى يجي لنا مثلا ناس من بره، عشان اللعب مختلف تماما يعني، هم بره بيلعبوا باسلوب واحنا هنا بنلعب باسلوب، بس الفرق مش بعيد يعني، لو احنا بس عرفنا هم نظامهم عامل ازاي ويعني عايزين يوصلوا لايه، فبالنسبه لنا كده احنا هنقدر نوصل لهم يعني. فهي الفكره بس ان احنا نكتر شويه من اللعب مع الخارجي، الاحتكاك. الاحتكاك الخارجي يعني ده طلبه. لكن في فترات معايشه زي مثلا ما التنس بيسافروا فترات معايشه طويله او دراسات او بيدرسوا بره، هل ده موجود برضو في التنس طبعا؟ اكيد عندنا في ناس بتحترف، عندنا مثلا دينا مشرف محترفه ما شاء الله عليها، وكابتن سيد لاشين برضو محترف، ومحمد البيلي برضو محترف، فهي برضو الاحتراف ده بيبقى بيزود يعني، الاحتراف ده اكيد بيزود. بصي مش موضوع احتراف، لسه ما دخلتش في الاحتراف، بس انا بكلمك على الدراسه يعني، مثلا في التنس بيسافروا امريكا يدرسوا ويلعبوا فبياخد خبرات مختلفه، هل ده موجود برضو في تنس طاوله؟ لا ما اظنش ان احنا في حاجه ان احنا نقدر نطلع بره عشان ندرس لعبه البينج بونج، هي بس بتبقى اختلاف مثلا ادوات، اختلاف ترابيزات او اجواء يعني، هي بتبقى كلها اجواء. هايل. مريم قولي لي الدراسه والرياضه اتنين متعارضين مع بعض ولا يمشوا مع بعض؟ اللي يقدر ينظم بين الاثنين فبالنسبه له هيبقى لا الاثنين مع بعض مش مشكله. يكسب على طول. تدرسوا مع بعض برضه في جامعه واحده في كليه واحده؟ لا كل حاجه مع بعض. لا 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 اعرف بقى ازاي. احنا الاثنين دخلنا اكاديميه بحريه في بيزنس، احنا الاثنين مع بعض دايما، علشان لو هي مثلا سافرت بطوله وانا موجوده يبقى انا الحاجه اللي باخدها مش هتحمى مكانها ولا ايه؟ لا بس على الاقل هسهل لها الشرح لو في حاجه مش بتتعاد او كده، فهي لما ترجع هتلاقيني انا موجوده يعني حضرتها فهشرحها لها، وهي برده لو انا سافرت نفس الكلام. طب لو سافرتوا انتوا الاثنين مين يشرح؟
نرجع بقى في الجامعه. قولي ازاي بتقدري توفقي بين انا عارف ان افتراض التنس طاوله او الرياضه بصفه عامه بتاخد وقت كبير، بتقدري توفقي بينهم ازاي؟ ان احنا مثلا لو في تمرينه الاولى بيبقى بنخلصها، وان احنا نروح عشان نخلص اللي ورانا مثلا زي مذاكره اكل نوم نخلصه علشان نرجع نخلص تاني التمرين التاني. و يعني هي فكره الوقت بس لو نظمناه بيبقى بالنسبه لنا عادي. طيب قبل ما نطلع للفاصل الصور الكبير اللي معانا عشان عايز اعرف تاريخ الصور دي كلها معاكم، قولي لي المنافسه المحليه في مصر مع مين من وجهه نظرك؟ من وجه هم كلهم طبعا لعيبه بنحترمهم وكلهم بيتعبوا عشان يوصلوا، بس دايما بيبقى في شد ما بين الاهلي والزمالك. انت اكيد اكيد يعني بس احنا طبعا الحمد لله الحمد لله دايما دايما دايسين. دايما قولي لي في مواقف في الحقيقه اكيد في لعبه التنس طاوله واجهتك، ايه المواقف الصعبه واجهتك في التنس طاوله؟ يمكن اصعب حاجه كانت بالنسبه لي لما العب مروه. ده اصعب اصعب حاجه. يعني ده اصعب حاجه في حياتي في التنس طاوله. نفس الكلام؟ متفقه؟ مختلفه؟ متفقه. في صور عندنا كتير عايزين نعرضها وعايزين نشوف رايكم ايه. قولي لي يا مريم الصوره دي. طبعا الصوره دي كانت بعد ما كسبنا انديه عربيه في تونس. ايوه طبعا بالنسبه لنا ان كابتن محمود الخطيب يجي لنا كان بالنسبه لنا شرف كبير جدا وحافز كبير جدا لبعد كده ان احنا نكسب عشان يبقى دايما موجود، وهو اكيد تعب نفسه علشان يجي لنا هناك. كان تعبان فعلا. ربنا يديله الصحه. طب لا نرجع الصوره اللي فاتت. لا رجعوا اللي فات عشان اسالها. كان مين الفاينل كسبته على حساب مين البطوله دي؟ الزمالك. بس عشان اريحها عشان هي قالت لي احنا صح مبسوطه. خش على الصوره الثانيه. دي بقى دي كانت بطولة العرب في عمان. دي انا لعبت فيها مروه سيمي فاينل وكسبت، وبعدين لعبت فاينل مع بنت من الجزائر واخدت اول الحمد لله. ومروه انا واقفه زعلانه من جنبي عشان ما طلعتش الاول. واقفه زعلانه. لا بس اكيد بتكوني فرحانه صح؟ اكيد طبعا بجد طبعا اكيد. يعني اكيد دي حاجه بتعملوا كل حاجه مع بعض في الحياه. اخش على الصوره الثالثه مروه دي انا برضو في تونس. لا هو صورك اللي جايه بس عشان ما نعرفش ولا ايه مش فاهم. ليلي دي برضو الصوره بعد ما كسبنا على طول الفريق كله جوه الملعب. كمان معانا المحترفه الصينيه وكابتن اشرف بعد ما كسبنا على طول. بعد ما كسبنا تونس. بعد ما كسبنا تونس بالكاس. لا بقول لك ايه ده في تحيز واضح ليك. لا تعالوا لي. لا بقول لك يا مروه ده تحيز واضح صح؟ يعني إيه؟ طب قولي لي يا مروه دي عارفه بطوله صورتها هي صح؟ ده بطوله شرم الشيخ الكادت تشالنج. لا دي كانت برضو بطوله بالنسبه لي كانت كبيره قوي، لان انا الحمد لله كانت اول مره مصر تجيب ميداليه في الكادت تشالنج. كانت في شرم الشيخ والحمد لله لعبت دبل ميكس مع ولد من تونس. فقدرنا ان احنا نحقق المركز الثاني. وده كان مكافاه بعيد دبل ميكس. انا فاهم بس عايز افهم الناس ايه يعني ايه دبل ميكس. يعني بلعب انا وولد ضد بنت وولد. كويس. بتاخديه ازاي يعني بتتقابلوا ازاي يعني بتقولي هلعب معاه ليه ولا دي قرعه ولا هي بتبقى قرعه. يعني في الكادت تشالنج هي بتبقى قرعه، بيبقى في ورقه على اليمين ورقه على الشمال، والبنت تروح تختار ورقه والولد يروح يختار ورقه واللي يطلع له الاسم هو ده اللي بيلعب معاه. في استاد القاهره في الصوره دي. ايه بقى بطوله مصر الدوليه. بطوله مصر الدوليه. مين اللي في النص؟ الاء يحيى لاعبه في النادي الاولمبي، هي ما شاء الله عليها اصغر مننا بس هي ما شاء الله عليها لاعبه كويسه قوي. مش هي بتنافس معاكم في البطولات؟ بس يعني في البطوله دي لا، ده كان في الايفنت الاصغر مننا. مش بتنافس معاكم في البطولات. مريم قولي لي دي صورتك. دي فين؟ دي كانت بطوله افريقيا في الجزائر او تونس اي ثينك. كنا بنلعب ماتش فرق ساعتها. هايل. طيب قولي لي بقى كده واحنا في الاواخر سريعا يعني قولي لي بتتمني ايه في المرحله الجايه؟ ايه الطموح اللي عندك؟ اللي انت عايز تحققيه كمريم هشام؟ ان انا عشان احنا السنه دي اول سنه سيدات طبعا مع النادي الاهلي كمان، وان العقد كمان اتجدد، فانا نفسي ان احنا نبقى من جوه من الاول، وان احنا بطولات المنتخب نسافرها سواء بطوله عالم او افريقيا ونكسب فيها، ودايما نبقى كسبانين مع النادي الاهلي سواء دوري او فرق او اي حاجه، وان احنا نخلص ان شاء الله الدراسه ونحترف. هتحترفي؟ ناوي على الاحتراف خلاص؟ ان شاء الله. طب ومروه ايه؟ معاه احتراف برضه معاه. بابا موافق وماما موافقين تحترفوا بره؟
اكيد يعني هم دايما بيشوفوا اللي في مصلحتنا ويمشوا معانا فيه، يعني هم مش بيعترضوا على حاجه، وهم لو شايفين ان الاحتراف ده هياثر علينا هيقولوا لنا لا. بس هو طبعا الاحتراف ده بالنسبه لكل لاعب حاجه بتزوده، وعشان يرجع مصر برضو يقدر يزود للعيبه اللي هنا، ولما بيشوف مثلا خبرات بره يقدر يرجع مصر ان هو يديها للعيبه. فطبعا الاحتراف ده حاجه كبيره. اسال سؤال لازم برضو انت طالب، هي مشكلتي كده بصراحه يا مريم، مش عايزه تسمعه. لو جالك عقد احتراف وما جالهاش هنعمل ايه بصراحه؟ ممكن ساعتها اسافر. هتسافري؟ لان اكيد اللي هاخده بره سواء بقى تغيير فكر او تغيير لعبة او كده لما ارجع هديهولها اكيد. عارفه يا مروه هتسافر ليه؟ عشان تكسبك. صح؟ لا ما انا هستعد لها هنا بقى. ليه يا مروه بتتمنى ايه في ان شاء الله في التنس او في المرحله الجايه؟ يعني اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل اكتر من، يعني ننسى اللي فات ونبدا صفحه جديده بتعب جديد بحياه جديده ان شاء الله وسيزن جديد، وان احنا نقدر طبعا نسافر طوكيو 2020 ان شاء الله، وان احنا نقدر. انتوا الاثنين بتتمني؟ انتوا الاثنين اكيد. طب ما انت اول افريقي، انت ثاني افريقي. طب ازاي يعني يقول لك نسافر مع بعض؟ مش بيسافر واحد ولا اثنين؟ لا هو واحد بس، هو المفروض ان احنا لسه هنلعب بطوله افريقيا للسيدات اول مره. شفتي بقى شفتي بالي من هي عايزه قالت لك نسافر مع بعض كده واحده ينفع؟ بس هي لو جت ان هي تسافر هي لوحدها في الفردي ان شاء الله في الفرق، عشان بيبقى في فريق مصر كامل هناك، فنسافر مع بعض في الفرق. عايزه تسافر مع بعض، واحده تسافر فردي وواحده تسافر فرق. يعني هو هتبقى كده كده في واحده هتسافر فردي وفرق، ومريم تيجي معايا في الفرق. قررت ان هي فردي. شفتي قالت لك ايه؟ وتيجي معايا. يلا بينا. بشكركم جدا اللي كنتوا معايا النهارده، وبجد مستمتع بيكم، ربنا يوفقكم. شكرا جدا لتجديد النادي الاهلي، ودي ولاد النادي الاهلي احنا عارفين عنهم، ونتمنى لكم في المرحله الجايه ان شاء الله ان مريم هي اللي تسافر الاولمبياد. يلا بينا توكلنا على الله، وشكرا جزيلا ليكم استاذ المشاهدين اللي كنتوا معانا النهارده وشدي قناه النادي الاهلي، ودايما على امل لقاء بيكم في كل حلقات الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.